في ليلة حمراء الأهلي يلقن الزمالك درسا قاسيا ويكتفي بخماسية في مرماه ولا أروع. الخماسية لديانج في الدقيقة 16، علي معلول في الدقيقة 20، شريف في الدقيقة 25، ديانج في الدقيقة 58، وعلي معلول في الدقيقة 65. كابتن شريف، ليلة حمراء تاريخية. مباراة كبيرة جدا، ألف مبروك. ألف مبروك للنادي الأهلي وجماهيره وإدارته ولاعيبته وجهازه الفني. نشكر اللعيبة وبنشكر الأداء وبنشكر الرجولة اللي في الملعب الحقيقة. أثمرت عن 5 أهداف، وده اللي احنا اتكلمنا فيه قبل المباراة. أنا لعيبة الأهلي ضغطت على فرقة نادي الزمالك بيكشوا وما بيقدروا يفكروا، ما يفكروش كويس، ما بالك بقى لما بيجي جون واثنين وثلاثة. فالحكاية بقت أصبحت حمراء زي ما أنت قلت، أهلاوية صرف في الشوط الأولاني. واتمنينا إن أول ما ننزل نجيب جول، ولكن مصطفى فتحي فاجئنا بجون جميل جدا الحقيقه. بقت 3-1 وردينا احنا بقى اجمل. ديانج عمل بعديها حلوه، مباراه كبيره جدا، مباراه حلوه قوي الحقيقه. احنا لولا عشان احنا مشدودين الاعصاب وعايزين المباراه تخلص 5-6، خدت بالك، وهيفي سكور فرصه ان فريق الزمالك بقى مجهود فردي، ما افتكرش ان ده مجهود خطوط، او بقى مجهود فردي من اللعيبه جوه والهيبه، يعني بيلعبوا على الهيبه ان هم عايزين يبقى لهم موجود في الملعب. مهما انا تخيلت ومهما كلنا تخيلنا ان المباراه هتطلع بهذا الشكل، فدي حاجه جديده علينا. محدش كان يتوقع، محدش يتوقع النتيجه الكبيره دي الحقيقه. بالنسبه لك لما بتجيب 5 أهداف، ده الريكورد بتاعك، ده اللي بيبقى في الذاكره وده بيبقى في التاريخ اللي احنا بنتكلم عليه. ما بنقولش 5-3، بنقول 5. الاهلي كسب 5 النهارده. فانا الحقيقه مبهور، وان كان ليا بعض الملاحظات بعدين فنيات كده هنتكلم فيها. هنتكلم فيها ان شاء الله باذن الله. كابتن علاء، الف مبروك، فوز مستحق النادي الاهلي. اكيد يا ايمن، طبعا الف مبروك لجماهير النادي الاهلي ومجلس ادارته واللعيبه، وكان ممكن فوز يطلع بشكل احسن من كده ورقم اكتر من كده بكتير، لكن طبعا تقول الحمد لله انت بتلعب برضه فريق مش قليل، فريق الزمالك. 5-3 نتيجه كبيره جدا. واضح ان الدوري ده هيحصل فيه رقم مش طبيعي في الاهداف. في الاهداف البدايه كده 4-4 3-3 يعني النهارده 5، يعني النتائج غريبه شويه، لكن في الاخر مش مشكله. انا بحب النتائج، بس اهم حاجه في صالحنا الحمد لله. صحيح. مبروك للنادي الاهلي وفوز مستحق من كل وجوه. لما نيجي نتكلم عن مباراه فنيه هنتكلم عليها، لكن ما كانش في شك النهارده من بدايه النادي الاهلي ان ممكن يحصل اي رجوع للزمالك حتى في الشوط الثاني لما حدوث تغييرات كده. لا، واضح النادي الاهلي هو خلاص تسيد المباراه، وعشان ترجع مع الفرقه الكبيره زي النادي الاهلي دي مش سهل، تاخد وقت كبير قوي 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 انك ترجع بسرعه، حتى بعد ما جاب الاهداف نادي الزمالك. صحيح. لكن مبروك للنادي الاهلي، اداء واهداف حلوه قوي واداء مقنع من بدايه. في بعض الحاجات كده في الاخر، لكن مقبوله، ما فيهاش مشكله خالص، انت كسبان، لكن واضح من بدايه النادي الاهلي النهارده ده يوم النادي الاهلي. صحيح. في كده ايام كلها مرينا الموضوع ده، ده يومنا النهارده، يومنا، وده ما يجي يومك استغله كويس، واحنا فعلا استغلناه كويس جدا. مظبوط. مبروك، نتيجه ممتازه، وفي الاخر 3 نقاط كويسين جدا في صراع الدوري. 3 مباريات ب9 نقاط الحمد لله. ومكسب اكيد كبير على هيبقى في الذاكره، زي ما كابتن شريف كان بيتكلم وقت في مكاسب كده بتتكتب في التاريخ، وكان اسامه بيتكلم النهارده المكسب ده اتكتب في التاريخ. 5-3 هتتكتب في تاريخ كل اللعيبه اللي لعبت النهارده والجهاز الفني والطب، كل الناس اللي موجوده مع الفريق. 5-3 النادي الاهلي النهارده كسب. الف مبروك، وان شاء الله يا رب القادم احسن يا رب. باذن الله رب العالمين. كابتن اسامه، كابتن بلال، سوري كابتن بلال، عشان الادميه، عشان الادميه، انا واخد على كده. كابتن بلال، الف مبروك، فوز تاريخي مستحق. هي مستحقه الحقيقه، مستحق. وزي ما قلت كابتن ايمن، هي ليله حمراء فعلا، الحمراء بكل الالوان، بكل اشكالها والوانها. الالوان الحمراء، الاحمر الغامق، الاحمر الفاتح، زي ما انت عايز قول يعني. الاهلي الافضل، الاحسن. المباراه كانت ممكن تروح في حته تانية خالص، 6 و7 و8، وكانت ممكن يبقى شكلها المع من كده بكتير واحسن من كده. بنقول 5-1 وبتاع وداخلين في حته تانية، بس كان يعني كان في اشفاق على لعيبه الزمالك. مستر موسيماني كان رحيم شويه، اشفق بنادي الزمالك. بلال، الحقيقه بلال
انت قلت احلى حاجه يعني كان رحيم بيهم يعني. ايوه صح. احنا كنا هنتكلم. هو مش قاصد ده كابتن بس ها قاصد ان هو رحيم بيهم اشفق عليهم بس الحقيقه اه لا مش مستر موسيماني كان رحيم بنادي الزمالك وجمهور نادي الزمالك طبعا يعني هو حب يعني يغير ويريح خد بالك فدي ادت ان النتيجه تطلع كده كان عنده الاريحيه شويه نتيجه المباراه تدي الاريحيه طبعا لاي مدرب شويه لاي مدير فني طبعا هم بكسبان 5-1 مظبوط يبقى عندي الاريحيه كتير مظبوط اعمل اللي انا عايز اعمله يعني ادلك فهو عمل اللي هو عايز يعمله اللي عمله ده طبعا خلى النتيجه تروح ل 5-3 هنتكلم فيها فنيا بقى ممكن تروح ل 6-7 و8 تمام بس خلاص انت رحت بتغييراتك في حته ثانيه هو شايف ان يلعب لعيبه ويبدل لعيبه ثانيه ويغير لعيبه مع ان اعتقد يعني ان انت ما عندكش ماتش جاي فكان ممكن ايه تحافظ على القوام والكيان بتاعك وتفضل تستمر انك تروح في حته تانية بالماتش وتعمل وتصنع تاريخ قصدي مختلف شويه وتصنع تاريخ كبير جدا 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 لكن هو مستر موسيماني معودنا ان هو بيحب يريح الفرق الثانيه يعني ما يعني بيهدي نفسيتها شويه متقلش عليها نتيجه كبيره طبعا ومبروك للاهلي ومبروك لجمهور الاهلي ومجلس ادارته ولاعيبته ومدير الفني انطلاقه ولا افضل من كده في بدايه دوري طبعاً. عام تاخد دوري مننا تستحمل اللي يحصل فيك واللي هيجرى لك بعد كده صحيح كابتن اسامه الف مبروك فوز تاريخي للنادي الاهلي الله يبارك فيك يا كابتن ايمن مبروك للنادي الاهلي وجمهوره وادارته اللعيبه تستحق يعني صحيح. المكسب النهارده موسيماني غير طريقه لعبه طريقه لعب النادي الاهلي ان انا كنت بضغط من فوق لا ادى الكره لنادي الزمالك والاستحواذ ولعب عكس الخطه اللي ممكن كارتيرون كان بيعتمد عليها كان عايز هو اللي يخلق المساحات مزبوط. في ظهر النادي الاهلي لكن النادي الاهلي هو عمل العكس وكان عنده اللعيبه اللي تقدر تلعب على المساحات دي زي محمد شريف النهارده من اكتر المباريات اللي اجاد فيها بشكل كبير النهارده وبيسجل هدف كل لعيبه النادي الاهلي النهارده نجوم ما نقدرش نقول مين النجم الاوحد لكن نقدر نقول اللعيبه كلها حتى عوده محمد الشناوي بعد اصابه وتواجده النهارده في الملعب وخبراته الكبيره النهارده كل اللعيبه نجوم النادي الاهلي بالارقام هو الافضل كان ممكن النهارده المكسب يكون تاريخي كان ممكن يبقى اكبر من 5 ممكن نوصل 6-7 وكانت ممكن النتيجه تتقلل يعني كانت ممكن تبقى 5-1 وتظل 5-1 لكن التغييرات اللي كانت في الشوط الثاني هي اللي قللت شويه من النادي الاهلي ممكن في ظروف اصابه لكن بعض التدخلات في التغييرات هي اللي ادت القوه شويه لنادي الزمالك لكن النادي الاهلي كان ليه الافضليه طوال المباراه شفنا قبل المباراه يعني كان نادي الزمالك بيتكلم عن مخرج المباراه وعايزين يغيروا المخرج ازاي اتغير مخرج وما يقدرش يعيد لك النهارده الكره بتاعت عمرو السوليه بالكعب دي بوش رجله يعني ازاي تجيب لي مخرج ما يقدرش يقدر يعد لي اللقطه دي مره واثنين وثلاثه واستمتع بيها طبعا. النهارده مخرج المباراه هايل في كل اللقطات اللي كان بيعملها النهارده التحكيم المصري نقول له شابوه النهارده بس لا معلش باستثناء لعبه واحده ايوه بالظبط باستثناء لعبه واحده ايوه لكن مجمل المباراه 95% من مجمل المباراه محمد عادل النهارده حكم المباراه يعتبر نجم المباراه كره حمزه المسلوسي في ركله الجزاء للنادي الاهلي كان يستحق الطرد كان يكون انذار تاني صح. كان عنده انذار طيب. يستحق الطرد انت قلت لي على حاجه واحده انا بقول حاجتين وجهه نظري هنشوف الكابتن ناصر هيقول ايه التحكيم هو اللي يقول لنا رايه الكابتن ناصر في ركله الجزاء اللي على النادي الاهلي بالظبط انا من وجهه نظري متواضع طبعا ان ركله الجزاء اللي على النادي الاهلي ركله جزاء وهميه دي هنشوفها مع الكابتن ناصر هو يعني صاحب الراي فيها جيبها من كل الزوايا لكن وجهه نظري ان حمدي المسلوسي كان لازم ياخد الانذار الثاني وكان لازم يطرد في لعبه ركله الجزاء بتاعت عمرو السوليه دي حقيقيه لان حمزه كان واخد انذار قبل كده والكره دي تستحق انذار ثاني وكان ممكن يطرد انما الاعاده حتى اللي بتاعت البينالتي لنادي الزمالك الوهميه اللي اتحسبت باين خالص ان لعيب نادي الزمالك ما حدش جه جنبه من النادي الاهلي خالص ما فيهاش اي حاجه يعني طبعا هنحترم الكابتن ناصر وكلامه بس انا بقول لك وجهه نظري ضربه جزاء وهميه لكن النهارده مع ضغط المباراه بكم الاهداف بالقرارات اللي اتخذت النهارده لو انا بعتبر في نجم للمباراه اعتبر التحكيم المصري ومحمد عادل النهارده شهاده ميلاد للتحكيم المصري النهارده في دوري السنه دي يعتبر من اقوى الدوريات من سنين السنه دي بنشكر الرابطه على الشكل الجميل
في الدوري المصري، سواء النهارده الكاميرات اللي موجوده، الملعب كمان، التحكيم، وجود الجمهور. فمبروك عوده الكره المصريه مره اخرى بعد سنوات، مبروك للنادي الاهلي خماسيه جديده بيضيفها في نادي الزمالك للارقام القياسيه. شفنا رباعيات، شفنا خماسيات، شفنا سداسيات، فالنهارده خماسيه جديده تتكتب في تاريخ نادي الزمالك وتضاف لهذا الجيل الذي يستحق من لاعبي النادي الاهلي، يستحق كل التكريم. والبطل دايما بيثبت انه بطل بالارقام، بالانجازات، بالاداء داخل الملعب. طبعا طبعا، بس هنتكلم احنا بالارقام عشان ما حدش يجي يقول لك ان الارقام قريبه، الارقام بعيده جدا عن بعض. طبعا الارقام القياسيه كلها النادي الاهلي، النادي الاهلي بينافس نفسه فيها. ما انت شوف حتى في عدد بطولاتك للدوري، عدد حتى المواجهات في الديربي اهلي وزمالك، انت دايما ليك التفوق وليك الافضليه. هو 5-3 ده اتكرر قبل كده ولا ما كانش فيه 5-3؟ على ما اعتقد دي الخماسيه، على ما اعتقد. يعني انا مش صاحب الارقام بس هجيبها لك دلوقتي. ممكن تكون دي الخماسيه الرابعه. الرابعه، الخماسيه الرابعه النادي الاهلي بيسجلها في تاريخ نادي الزمالك. صحيح. كاب شريف، طبعا جمهور النادي الاهلي ما اسعده في تلك الليله. كان نفسنا الاستاد كله. انا كنت لسه هقول لك على الألف واحد اللي في الملعب دول، طبعا عندهم احساس غريب جدا، بقالهم كتير يعني ما حضروش في الملعب. تخيلنا شكلنا في الملعب هيبقى عامل ازاي باسلوب الضغط على المنافس، اذا كان فريق الزمالك او غيره. هو ده النادي الاهلي، هي دي فرقه النادي الاهلي، هي دي فرقه النادي الاهلي لما بتضغط وبتلعب باص سليم واللعيبه بتظهر لبعض وتحركات في كل الملعب، تحرر من اللعيبه كلها. طبعا سوليه ادى النهارده يعني دروس في الكوره وشكل جميل. صحيح. جدا، ده غير اللعبه العالميه اللي عملها بكعب رجله، ثرو باس جول، اسيست جول بكعب رجله بوش رجله من ورا، يعني دي بقى لنا كتير ما شفناهاش، شفناها في روما، شفناها في مارادونا الله يرحمه. صحيح. يعني لعبه عالميه هتضاف وهتفضل في تاريخه. هو ده الانجازات اللي انت بتتكلم عنها النهارده، منهم هذا الهدف. لا، لعيبه النادي الاهلي كمان ادوا لجمهورهم يعني 5 مواه في الملعب، مش خمس اهداف حقك النهارده اي حاجه انت عايزها، 5 مواه، 5 مواه، 5 تجوال. انت من حقك تفرح وتتكلم، خدت بالك؟ الحمد لله فرقه. خد راحتك يا كابتن ايمن، خد راحتك، خد راحتك، ما تقلقش، ما تتكسفش. حاسك مكسوف كده؟ داخل. لا انت داخل معايا. لا حاسك، حاسه مكسوف كده هو يعني. بقول لك الحمد لله انت احترمت المنافس النهارده. طبعا. و انت بهدلت المنافس. بهدلت المنافس. يعني كرويا يعني احترمناه. احترمناه قبل المباراه. ما هو عشان انت احترمته. احترمناه قبل المباراه. قبل المباراه. كان اداء كده داخل المباراه. والراجل حط الخطه المناسبه باسلوب اللعب المناسب عشان يقدر يكسب هدف 2، خدت بالك؟ او المباراه تخلص 2-1، انا كنت متخيلها كده. 3-1 ما كنتش متخيلها عشان اقول لك بصراحه يعني. لما بعد ما اتفرجت على اول شوط وامنياتي كلها اتحققت في اول شوط، طمعت اكتر بقى، طمعت اروح ل6 وحاجات كده، لان انت اي كونتر اتاك بالنسبه لك كان في سرعه وكان في محطات تقدر تترجم لك لاهداف. صحيح. اللي احنا قلنا عليه، لما انت تبقى كسبان انت كاي مدير فني بتحاول تساعد الملعب، تحاول تعمل تدويره، لعيبه تعبت، لعيبه اتخبطت من كتر الاداء الداشنج اللي كان من نادي الزمالك، اجريسيف جدا، لعيبه الزمالك اتعصبوا جدا، يعني 1 و2 و3 يعني اتخطفوا ب3 اهداف، كل كره بتجيلك انت بتعرف تنجح انك انت بتجيبها جول. اللي احنا بنتمناه في كل المباريات اللي جايه ان هذا هو ترجمه الفرص اللي بتجيلك، ان احنا بنسال فيها انها تبقى اهداف ما نضيعهاش. النهارده جالك اهداف وجودك جوه الملعب من جميع اللاعبين، اذا كان دفاعاتك او نص ملعبك او فراودتك، كلهم موجودين في منطقه جزاء الخصم. فده هو ده اللي يترجمك للحاله اللي احنا كنا فيها النهارده. الاهلي لما دخل فيه جول كان كسبان 3، عايز يمسك كوره 1 2 3 ويموت الماتش، يخلي تحركات نادي الزمالك يزهق يعمل. انما اول ما جه جول راح عامل تاني رد فعل وراح عامل هجوم تاني وزحف الزحفه اللي هو بيضغط بيها على نادي الزمالك، فترجم للجون الرابع. بعد الجون الرابع خلاص انا كنت يعني كنت متخيل ان الفوطه اترمت بقى خلاص، فهمتني؟ وانك انت كلاعب او كمدير فني او كله يبقى كل تفكيرك سليم بقى، يعني انا كلاعب في الملعب تفكيري كله سليم، اقدر اطمع ان انا بدل ما باصي اقدر ارقص 1 و2 و3 هيسمحوا لك، يا اما هيعملوا معاك ضربات جزاء زي ما انت شفت. الاعصاب فلتت خلاص، الحكم كتر خيره يعني استحمل كتير قوي، كان ممكن ياخد قرارات النهارده
للعيب نادي الزمالك تبقى فيها طرد اذا كان حاله او اثنين او ثلاثه في حاجات خرجت، انما دي في العالم كله فرقه كبيره بتاخد خمس اهداف، فاهم قصدي، او ثلاث اهداف او اربع اهداف، بيحصل ان هي بتخرج عن النص نرفزه عصبيه. انما الحمد لله الماتش طلع مفيش اي حاجه. انا شفت سوليه بيسلم على اللعيبه بتاع الزمالك ولاعيبه الزمالك ما اتكلموا، مصطفى بيتكلم معاهم وبيشرحوا اللعبه وبتاع، وفي تهدئه للنفس ان اللعيبه كلها هتبقى موجوده في المنتخب كمان كام يوم. فانا مبسوط جدا باداء النادي الاهلي اللي بطالبه بنفس الاداء في كل المباريات اللي جايه باذن الله رب العالمين. ان شاء الله يمكن النتيجه دي اول مره تحصل للنادي الاهلي يكسب الزمالك 5-3 في الدوري العام، دي اول مره. انما على مدار التاريخ النادي الاهلي حقق الخماسيه دي اربع مرات قبل كده، في كاس مصر وفي دوري منطقه القاهره. كابتن علاء، ايه اسباب تفوق موسيماني النهارده على كارتيرو؟ طريقه تنفيذ الشكل في الملعب، اللعيبه نفسها، انت امتلكت الملعب من اول مباراه ودي تحسب لك، امتلكت كل مكان في الملعب. نص ملعبك كان كويس جدا، يعني من المرات القليله النهارده شفت نص ملعبك ضاغط مع تحت الفراوده، يعني الاهداف بتاع ديانج، ديانج كان فين؟ اول مره اشوف ديانج على 18 في الهدفين. بقول لك ايه، ده جولين من ديانج جداد لانج. لا تمركز ديانج عمره ما كانش بيوصل للمناطق دي. هو بيقول لك افيه يا كابتن، بيقول لك افيه، انت ما خدتش بالك. بيقول ايه؟ بيقول افيه كابتن ايمن. مش مركز في الافيه، انت مش مركز في الافيه. هو بيقول لك افيه، قال لك ديانج جداد لانج. ما هو خمسه مرات شجع شجع ده بيتكلم كوره. احنا خلينا نبقى طبله، من حقنا ان احنا نفرح. ايوه الفرحه دي حاجه حلوه، بس ده انا اتكلم كوره، اتكلم كوره بقى مرجعها كده. لا اتكلم كوره كابتن، كويس. من حقنا على فكره يا اخي، طبعا من حقنا نفرح ونتبسط كل حاجه، بس احنا بنتكلم فني دلوقتي. اتفضل يا كابتن. هنتكلم فني وهنتكلم حاجه ثانيه. اتفضل. التمركز بتاع ديانج النهارده، انت راجل ضاغط فريق الزمالك من بدايه المباراه، وده اللي اداك التفوق بتاعك. كل الكره الثانيه بتاعتك انت، انت بادئ المباراه، انت حتى ثقتك في نفسك عاليه جدا، انت حاسس بقيمتك. شخصيه النادي الاهلي دايما كان عليه بيتكلم كابتن شريف موجوده من بدايه المباراه، انت اللي مستحوذ، انت اللي متحكم في سير المباراه نفسها. انتشارك في الملعب ممتاز النهارده، عدم تمركز محمد مجدي وبيرسي تاو في الخط الامامي عمل افضليه كبيره جدا، دايما هم فاضيين. النهارده لعيبه الاهلي كلها في الشوط الاول كل لعيب بيمسك الكره فاضي وعنده مساحه بيتحرك، عشان كده ادى المساحه اللي انا بتكلم عليها لتالق النهارده عمرو السولية وديانج، ان هو بيكملوا على مساحات فاضيه. عمرو السولية النهارده يعني من المباريات الممتعه اللي عملها النهارده، وديانج النهارده عمل مباراه تاريخيه بالنسبه له، احرز هدفين لان هو زائق اللي قدام قوي، ومستر موسيماني عمل حاجه ممتازه النهارده ان هو تقريبا كده حاصر فريق الزمالك في ثلث ملعبه، مش في نص ملعبه، في ثلث ملعب بالظبط. انت الشوط الاول كله بتلعب في ثلث ملعب الزمالك، الكره الاولى الكره الثانيه انت مستحوذ عليها وماسك الاطراف امتياز النهارده، اذا كان علي معلول واكرم على الجانب الاخر. وزي ما اتفقنا في الاول لايمن، قلنا ان اكرم النهارده هو اللي هتلاقيه ماسك الجبهه اليمين كلها، مش هتلاقي حد ثابت فيها، وده اللي حصل النهارده. تحرك بيرسي تاو وتحرك محمد مجدي ساب الجبهه الشمال بس المعلول، لكن الاثنين مش مين هيميل هيميل هيراقب الاثنين دول مش موجودين. اكرم عامل الحته الدفاعيه والهجوميه عاملها بامتياز، تحرك محمد شريف المقلق جدا اذا كان محمود علاء ومحمود محمود الونش. اللي كمان اللي خلى شكلك حلو قوي ان انت نص ملعب انت متحكم فيه تماما دفاعيا وهجوميا وكل حاجه بتعملها، واريحيه ممتازه. صوت حمدي فتحي واستلام الكوره والتمرير من رجل الرجل ده كمان كان في هدوء كبير جدا النهارده. بالظبط، انت بادئ المباراه ايمن قبل من بدايه المباراه، حتى بعد الاهداف انت هادي، ودي تحسب لك. الزمالك تحس ان عليه ضغط من بدايه المباراه، يعني الزمالك هو اللي كان عايز يبدا بالمبادره، هو اللي كان عايز يجيب هدف. فلا الامر اختلف، النادي الاهلي لا اهدى اعصابا، مفيش مشكله خالص، هو اللي جاب الجول. فده زاد عصبيه كتير على الزمالك، زاد ضغط على لعيبه الزمالك، خصوصا ان هو مفيش اي هجمات مؤثره للزمالك. الزمالك برده يعني مستر كارتون ساعدنا بصراحه، الراجل يشكر ان لعبنا بكره حلوه قوي، كره قديمه جميله اللي هي الكور من محمود علاء لعمر السعيد. الكور دي بالنسبه لبدر وايمن اشرف سهله الماموريه جدا، ما عندكش مشكله. لو شفت هجمات الزمالك في الشوط الاول انت ما عندكش مشكله فيها خالص، لا كلها كور متشافه، ما عندوش فيها مشكله. لكن انت بقى الاهدى اعصابا تمسك الكره، يعني النهارده لو جبت الشوط الاول، عشان بالنسبه لي الشوط الاول هو اللي كان
الشوط اللي ما فيهوش اخطاء، اخطاء قليله جدا فعلا. ما فيش لعيب بيطفش الكره ايمن، ما فيش حد بيطلع كره كده مش لواحد، لا من رجل لرجل لرجل. تحركك في الملعب امتياز، منتشر في الملعب كويس قوي، واخد اجنبي الملعب كلها كويسه. طول ما انت منتشر كويس في الملعب انت بتعمل مشكله لعيب الزمالك اللي مش هيراقب مين. يعني انا في نص الملعب طارق حامد هراقب مين؟ ما انا مش لا يعني ولا ديانج عارف امسكه، ولا عمرو السوليه، وتلاقي محمد مجدي من ناحيه الشمال شويه ومن ناحيه اليمين شويه. التحرك في شكل حلو، مفيش مفيش مركزيه فيه، لكن في شكل حلو، اداء كويس قوي، مش تحرك عشوائي، لا الناس كلها عارفه تتحرك ازاي وعارفه ايه اللي مطلوب بعد كده. عشان كده بقول لك الجونين بتوع ديانج امتياز فيهم هو الاثنين، الراجل واحد على 18 والكوره اللي عملها محمد مجدي، لا امتياز النهارده في كل حاجه. وممكن لو في نجوم المباراه النهارده تلاقي اكيد ديانج من الناس دي، يمكن الباك انا من وجهه نظري اللي يسبق الناس دي كلها النهارده عمرو السولية. عمرو السولية عمل اداء رائع، اكتر من رائع، دفاعي وهجومي. سيبك من طبعا اللقطه الممتعه اللي طول دي هتفضل على مدى التاريخ، حلوه قوي طبعا. لا بص كمان تحرك محمد شريف اللي تصرفه، تصرفه ما راحش باليمين، لا هو راح بالشمال الاقرب. هو ده محمد شريف، دي خطوره محمد شريف. عشان كده بقول لك محمد شريف من نوعيه اللعيبه اللي انت محتاجها في المنطقه دي، ما بتحسش بيه، سريع جدا، بيعرف يتحرك امتى الكوره. يعني طبيعي جدا، مين متوقع ان عمرو يعمل الكوره دي؟ عمرو بس اللي عارف، ولا حد. لكن مين اللي عنده سرعه البديهه؟ بس هو كمل بقى بالظبط، هي دي ايمن. ايوه زي بقول لك انا الهدف اللي جابه في مرمى في البنك الاهلي، ايوه برده عمرو السوليه بيشوط، مين اللي توقع؟ هو اللي وكان بيرسي توقف جنبه، لكن هو ده حاسه المهاجم. حتى كنت بتكلم عليك انت وبلال، ممكن اسامه ما كانش معاه، بس اسامه برده كان في الحته دي، ان هو مع كل كوره هو رايح. هو مظبوط، ممكن تقع من الجول، ممكن لعبه زي عمرو دي بقى اسرع وبيجري هو محمود الونش، لكن هو بذكائه ومهاره ممتازه سبق بالشمال. لو حاول يحطها باليمين كانت تروح مع ابو جبل، كانت هتبقى استحاله. لكن هو الاقرب دي، يعني الناس تقول لك هو عملها بالشمال ليه؟ لان هي الاقرب، لان كل ما الكوره تبعد والاسرع كل ما الكوره تبعد انت هتروح باليمين، هتلاقي ابو جبل قفل عليك مش هيجي جول. لكن طبعا هدف ممتاز، وعمرو السوليه النهارده مباراته الممتعه النهارده. مظبوط كابتن بلال، تفوق وسط الملعب النهارده للنادي الاهلي كان ليه الدور الاكبر في الافضليه للنادي الاهلي الشوط الاول. الشوط الثاني يمكن التغييرات قللت الوقت الوضع شويه. وانت عايز بعد الخمسه نعمل ايه؟ بيني وبينك الست ما بيني وبينك كان طبعا في الست انا كنت طبعا انا ممكن ما اتكلمش فاني، ممكن اقول الفات. انا احب كده. بس انت ايه رايك في جولين ديانج؟ لانج هنضحك بقى، انا عندي سعاده حاجه. لا لا لا، خلينا في وسط ملعب النادي الاهلي. البعض تخوف من اشتراك الثلاثي مع بعض، ولكن كانت يعني مغامره محسوبه من مستر موسيماني. ما تخوفناش احنا، قلنا ده كلام. لا لا ما كانش علينا احنا، في بعض من الجمهور تخوف من ان احنا نلعب بثلاثه. بقول لك انت بتدافع وخايف. ايوه بالظبط كده. لا الحقيقه بص، نص ملعب النادي الاهلي النهارده حمدي فتحي السوليه ديانج وروعته، والكابتن علاء قال نقطتين مهمين جدا، اول نقطه مهمه جدا قال بص على ديانج وهو بيسجل هدفين تمركزه فين، وشوف عمرو السوليه وهو بيصنع الهدف الرائع التاريخي او اللقطه التاريخيه هو موجود فين. ده جوه، ده على ال 18، على خوص ال 18، وعمرو السوليه داخل ال 18 بيعمل الكروسر الرهيب الفظيع ده. تمام، ده معناه ان انت قدام يعني فكر جديد متطور. لعيبه نص ملعب بتاعتك موجوده في نص ملعب نادي الزمالك، اذا انت النهارده بتضغط من نص ملعبهم، اللعيبه بتاعتك متواجده، يعني عندك كثافه عدديه في نص ملعب نادي الزمالك. الكثافه العدديه دي تديك الافضليه انك انت تقدر تسجل، لان انت متواجد في كل مكان. لعيبه النادي الاهلي النهارده نص ملعب نادي الاهلي زي ما اتكلمنا النهارده، يعني وقلنا ان هم لهم دور كبير جدا 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 في الاداء وفي الضغط وفي الاستحواذ. النهارده كان لهم دور كبير جدا في تسجيل الاهداف. النهارده واحد بيصنع والتاني بيسجل هدفين، النهارده كسبان 5، واحد بيسجل هدفين اليو ديانج، والسوليه بيصنع هدف رائع جدا 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 النهارده، هدف تاريخي بالنسبه له. فاذا الافضليه بالنسبه لك كانت في نص ملعبك اللي اداك خلاك ليدنج طول الماتش على نادي الزمالك. اتبسطت النهارده، معظمها بساط جيده، بساط مؤثره، مش بس بساط، يعني مش بس انت مجرد ان انت بتباصي من رجل لرجل، لا ده انت بتباصي بساط مؤثره ايجابيه. فاهم قصدي؟ في يعني لو بصينا لنادي الزمالك هنلاقي نص ملعبه بيباصي كرات كلها عرضيه، كرات كلها عرضيه، فانت مش قادر
انك تاخد الايجابيه بتاعه الباس بتاعك. لكن النهارده الثنائيه الكرات كلها طوليه، كرات كلها قطريه معظمها. اليو ديانج بيكمل على طول النهارده، قريب من كل كوره، بيهاجم ويدافع، وده اللي مديك الافضليه. يبقى عندك واحد زي ديانج عمود فقري بالنسبه لك. وانا قلت قبل الماتش لو تفتكر يا كابتن، قلت ديانج بيدي للثنائيه اريحيه، بيخليه كده مستريح، يقدر يؤدي الدور الهجومي بتاعه وهو مستريح. ده بيتحرك وبيضغط في كل مكان، اللي حصل. وده اللي حصل النهارده. عمرو سليمان النهارده متفرغ انه يلعب للادوار الهجوميه، بيلعب بمزاج للادوار الهجوميه طبعا. النهارده لعيب عنده امكانيات وقدرات عاليه، عمرو سليمان النهارده فايق جدا جدا. كل البساطه طالعه من رجله يعني مؤثره بشكل كبير جدا جدا جدا. ده اللي خلاه يعمل كده، ان جنبه لعيب عنده قدرات بدنيه عاليه جدا 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 جدا، اليو ديانج. لا غنى عنه في نص الملعب، لا غنى عنه في نص الملعب من وجهه نظري الشخصيه. هو اللي نجح فيه موسيماني من وجهه نظري انه قدر يستغل الثلاثي. مشكلتنا كلها كانت في ايه؟ حمدي فتحي والثنيه. ايوه الثنيه واليو ديانج، ادي اليو ديانج ولا حمدي فتحي، كنا بندور على مكان للاعيب الثالث. وانت كنت بتقول انت كنت بتقولها قبل كده كمان، الكره الثانيه. بالظبط بالظبط. النهارده مستر موسيماني قدر ان هو يعني يفكر فينا احنا كناس قاعدين بره في يعني بنتفرج على الماتشات، قدر يفكر فينا احنا ويقول لنا يا جماعه بص انا هحط لكم الثلاثه في الملعب عشان تقدروا تستمتعوا بيهم داخل الملعب. ده اللي حصل النهارده، انك بتستمتع بالثلاثي سوليه واليو ديانج وحمدي فتحي. حمدي فتحي النهارده توظيف رائع جدا جدا جدا، مريح الاثنين اللي جنبه، مريح ايمن اشرف ومريح بدر بنون، بيعمل التغطيه في كل مكان. لعيب عنده قدرات وعنده شخصيه كمان. صحيح. يعني حمدي فتحي من اللعيبه اللي عندها شخصيه النادي الاهلي، عنده الكاريزما، ما تخافش وهو بيلعب يعني وهو بيلعب جنبك ما تبقاش قلقان منه. النهارده في تغطيات كتيره بيعملها حمدي فتحي، بيضغط كتير جدا جدا، كمان بيقدم الاثنين السنتر باكس بتوع النادي الاهلي، ما بيخليهمش يتراجعوا ورا. احنا كان عندنا مشكله ان الاثنين السنتر باكس بتوعنا متاخرين شويه عشان الواحد ضد واحد وعشان الكرات الطوليه. النهارده حمدي فتحي بيعمل الحته دي، بالاضافه انه من اللعيبه اللي بتقدر تبني هجمه بشكل كويس قوي. النهارده حمدي فتحي لعيب كويس، قدرت تستغله في الحته الدفاعيه، وفي نفس الوقت لعيب بيقدر يبني الهجمه. فانت عندك نص الملعب بتاعك كان متفوق بشكل رائع جدا. ودايما يعني في كره القدم بنقول لما نص الملعب بيبقى فايق الفرقه كلها بتبقى فايق، وده وضع طبيعي في كره القدم. اي مدير فني بيقول لك اديني نص ملعب قوي اكسب بيه اي تيم. مزبوط. لان هو ده اللي بيساعد في الحته الهجوميه، وده اللي بيعمل لك الارتكازات الدفاعيه والتغطيات الدفاعيه. مزبوط. وبيساعد في الحته الدفاعيه بشكل كويس. النهارده طول ما انت نص ملعب بتاعك فايق، طول ما انت عندك ما عندكش ازمه في الحته الهجوميه. صح. وما عندكش مشاكل في الحته الدفاعيه. لعيبه نص ملعب بتاعت النادي النهارده ادوا بشكل جيد جدا، يعني مسكوا الماتش او حزموا الماتش بشكل كويس قوي. الضغط اللي كانوا بيعملوه في كل مكان النهارده خلت الافضليه والاولويه للعيبه النادي الاهلي. تسجيل 5 اهداف من ضمنهم 3 اهداف صنعوهم نص الملعب، يوريك قيمه لعيبه نص الملعب بتاعت النادي الاهلي النهارده. مظبوط. لما كنا بنتكلم على ديانج يا كابتن علاء، انت كنت بتهز دماغك، معناها موافق على كلامنا ان ديانج لا غنى عنه في نص الملعب؟ طبعا الكلام بقوله من زمان مش من النهارده على فكره. ديانج ما ينفعش تسيبه من نص الملعب، صعب. حتى لو بتلعب اثنين، حتى لو بلعب اثنين، دي وجهه نظري. دي وجهه يعني نظرنا وجهة يعني عامه يعني ما فيش. هو فيه انا قايلها لك قبل في اول الاستوديو. لا ده موجود، كنا بنتكلم انا والكابتن اسامه. ده موجود على وجود ديانج من قبل كده، من زمان. الماتش اللي فات ما كانش موجود. من زمان بقول لك ايه، فاكر يا كابتن طبعا. ديانج الكره الثانيه زي ما الكابتن علاء قال، بيديك الافضليه دايما انك تفضل دايما حاطط الزمالك في نص ملعبه وفي الناحيه الهجوميه. اي فرقه الكره الثانيه. الحاجه الثانيه برضو انه لما بيقطع الكره عنده القوه واللياقه البدنيه للانطلاقات، ان الاختراقات دي لما بيروح ولا يحصله طارق حامد ولا زيزو ولا اي حد ينقلك الفرقه من الناحيه الدفاعيه للناحيه الهجوميه. عكس لعيب نص ملعب ثاني ممكن اول ما بيقطع الكره يبدا يشتغل عرضي بالملعب استحواذ. لا ده ممكن ياخد الكره وينقلك على طول من الناحيه الدفاعيه الهجوميه. لا ديانج يعني التابلو بتاع الاهلي لو شلته يبقى الصوره ناقصه، تحط ديانج الصوره اكتملت. بس معانا حتى ومع الكابتن علاء ونجومنا ان حتى وانت بتلعب اثنين في نص الملعب ديانج لازم يبقى موجود. طبعا. خلي بالك انت عندك السوليه لا غنى عنه، عندك ديانج لا غنى عنه، عندك حمدي فتحي لا غنى عنه. طبعا موسيماني حلها لنا اسامه، دي حاجه كويسه. اكتشف 3-4-3 حاجه كويسه على فكره. هو بس الذكاء انك تستغل الناس كلها مع بعض كويس. التشكيله نفسها والتوليفه نفسها وعملها النهارده ممتاز. ما فيش حد من الثلاثه اتشالوا، واستفاد من كل واحد اقصى استفاده. لان ديانج ده يا جماعه في نص الملعب حاجه تانيه. بتتكلم في يعني خلي بالك قبل ما ده كله بقى
قبل ما تحسب لموسيماني تحسب للناس القائمين على كره في النادي الاهلي انك وفر لك سكواد بالشكل ده. طبعا كل لعيب الناس في الملعب طبعا. زي الدكه زي اللي خارج ال 18 خارج ال 20 احنا قلنا النهارده موسيماني الامور مصعبه عليه ليه؟ ان كل اللعيبه جاهزه. اضطر احط حسين الشحات من اول المباراه، احط بيرسي تاو، واحط محمد شريف، احط ديانج، يعني انت تفحيره دايما عندك طبعا. صعب الممتع بالنسبه لي. ايوه بالظبط بالك انا صعب بس انا مستمتع. حيره ممتعه طبعا. قصدي يعني عندي مش احسن ما ببص على الدكه مش لا طبعا. طبعا طبعا النادي الاهلي في الناس في الملعب وعلى دكه البدلاء وناس بره كمان. انت بالظبط عندك تقريبا فرقتين ونص كده انت جاهزين، ما عندكش اي مشكله في اي 11 لعيب، ودي يعني حيره حلوه. يعني انا المدير الفني لما وفر له كل ده قبلها بالظبط زي ما يكون انت محتار تلعب مين احسن، مش عارف مش لاقي حد لعب هو الاحسن عندي ايه. طيب بس هو احيانا يعني ممكن تحصل هزه لو انت مثلا نزلت 4-5 مع بعض ممكن تحصل هزه، انما احنا بنتكلم دلوقتي على حاجه معينه ان البديل موجود. البديل لا يقل عن اللي موجود في الملعب ولكن احيانا بتحصل هزه لما انت مثلا تغير نص الفرقه. ما هو انت خلي بالك 4-5 التغييرات بتغير المنظومه جوه الملعب. الخمسه ده انت كانك بتغير نص فرقه وانت لازم تغير خمسه في مباريات لا ممكن تتطلب ان انا اغير ثلاثه بس واحافظ على الشكل جوه كويس واحتفظ بتغييرين. لو الامور ماشيه وانا ليدنج في المباراه خلاص ممكن ما اغيرش التغييرات. لو مفيش اصابه مثلا والدنيا ماشيه ومستقر واللعيبه شغاله بشكل جيد ممكن المدير الفني يجي في مباريات كبيره يقول لك ادي لعيب فرصه بيتمرن كويس عشان اقربه واحطه في الصوره. ما دي برده جزء من تفكير مدير الفني عشان الاقي اللعيب ده بعد كده. ده برده جزء من التفكير. لكن النهارده لما بنتكلم عن سكواد النادي الاهلي لا سكواد قوي، لعيبه داخل ملعب قويه، لعيبه خارج الملعب، لعيبه خارج ال20 وخارج القائمه تماما. خلي بالك هدف النادي الاهلي دايما مش باص على دوري بس ولا كاس، انت باصص على الاكبر افريقيا وكاس عالم انديه تحقق فيه مركز كبير. فعشان كده التعاقدات اللي اتعاقد معاها النادي الاهلي السنه دي بهدف انك تحقق حاجه ما اتحققتش قبل كده. عشان كده بنشوف الكم من النجوم من اللعيبه دي. بس النهارده موسيماني هيبقى عليه دور انك ازاي توظف اللعيبه دي، مظبوط، ازاي تدير اللعيبه دي، وازاي انك القماشه الكبيره اللي معاك دي تطلع منها بقى جاكيت وبنطلون وتطلع منها الحاجات الحلوه كلها. هل القماشه الكبيره اللي معاك دي ممكن تعمل لك مشكله لو كثره الجاهزين؟ لو مدير فني شخصيته ضعيف يعمل، لو مدير فني شخصيته قويه لا يقدر يدور الامور بشكل كبير وياخد من اللعيبه افضل حاجه. وكمان زي ما احنا بنقول دلوقتي اللائحه السنه دي في الدوري بتخدم انك خمسه بيلعبوا. فانت عندك فرصه ان لعيبه كتير بتلعب. انت حضرت مستر مانويل وكان عنده تقريبا زي ما بيقول الكابتن علاء فرقتين. كان بيتعامل معاهم ازاي؟ حاسم في التمرين. لا كان في نجوم. طب ما هو نجوم. النهارده نجوم نجوم بس لا ده نجوم ما شاء الله يعني كان مثبت تيم كمان حاسم في التمرين. يعني النهارده انت ما انت البدايه بتبتدي من التمرين، يعني اللي بيتنقل في المباراه ده بيبقى الاول في التمرين. تمرين جد فيه جديه فيه عايز اللي يتعمل في المباراه يبقى موجود في التمرين عشان اوريدي لو انت عملته في التمرين بنفس القوه نفس الضغط نفس الالتحامات خلاص انت في بالنسبه لك المباراه سهله. خلاص عشان انت اتعودت على الريتم ده على القوة دي على السرعة دي في التدريب. صحيح. فهو ده المدير الفني. أنا بس في نقطة عشان كنت سألتني على توثيق حتة ده المكسب الرابع للنادي الأهلي بخماسية. مظبوط. فالدكتور أحمد ثابت زميلنا في قناة الأهلي بعت لي بس عشان يبقى بالأرقام عشان التاريخ خلي بالك مظبوط بيزور دلوقتي منطقته كويس. أيوه بالظبط. يوم 8 يناير سنة 1937 صح النادي الأهلي فاز 5-1 في دوري منطقة الزمالك. منطقة القاهرة؟ منطقة دوري الزمالك. ده يوم 8 يناير سنة 1937. فاز 5-0 يوم 30 مايو عام 37 برضه في كأس مصر. أيوه. 5-1 يوم 25 فبراير 1938 في دوري منطقة القاهرة. 5-3 النهارده 5 نوفمبر عام 21 في الدوري المصري. فالنهارده بنتكلم على أربع خماسيات. أنا بعت لي برضه نفس الأرقام زميلنا العزيز محمد مصطفى. وبعتلي الدكتور احمد سامي بعت لك 4-5 4-5 ايه عقبال الخمسه ان شاء الله. مفيش خمسه مداريه كده يا اسامه. لا نبحث عنها. 37 و38 اسامه جنب ما هي ما هو خلي بالك اربعه قبل كده ودي الخمسه. لا
أربعة ودي خمسة. لا أربعة دي النهاردة الرابعة. دي الرابعة. دي الوحيدة اللي في الدوري العام. دي الخماسية الرابعة النهاردة. بس دي الوحيدة اللي في الدوري العام. واحدة سنة 38 2021 النهاردة دي الرباعية الخماسية الرابعة. طيب بمناسبة الخماسية دي الرابعة كابتن شريف، هل كنت تتوقع نتيجة الماتش ده؟ لا الحقيقة ما كناش نتوقع الخمسة الرابعة دي. كان عندك قلق. قلت لك انا كان حساباتي 2-1 كويس يعني كانت هتبقى كويسه وكنت بتمناها يعني ان انا اكسب باي نتيجه بقى 1-0 2-1 3-1 انما مساله ان انا اوصل لخمس اهداف دي وتنفيذ الشكل ده بس كنت عايز اشترك معاك في الحوار اللي كان شغال ده. اتفضل حضرتك. انت خلاص ظبطت نص ملعبك وظبطت الدفاع بتاعك وظبطت الجول بتاعك الحمد لله على سلامته ما شاء الله مأمن الدنيا دي كلها وعندك أفشة وعندك محمد شريف زبط لي بقى الاثنين دول اللي على الأطراف عندك كام لعيب قاعد بره بقى ترجم لي يا مستر موسيماني الاثنين دول الاثنين دول يتزبطوا تبقى فرقة زي ما بيقول الكابتن أسامة تقدر تروح للعالمية وتحاول تلعب على انك تكسب كاس وحاجات زي كده الشكل ده لازم تؤمن بيه اللعيبة دي لازم تؤمن بيها بالشكل اللي هم عملوه النهاردة ولا تتنازل من اللعيبة دي غير اللي عملوه النهاردة ويزداد اللعيبة دي ثقة في ادائهم وهما بيلعبوا فرقه زي نادي الزمالك وبيادوا عليهم الاداء ده مش فرقه بقى زي الفرقه الثانيه اللي احنا بنلعبها مع احترام للجميع يعني فالشكل ده اللي احنا عملناه اللي عايزين نستفيد منه غير الخمسه اللي احنا بنتكلم عنهم النهارده فوز كبير جدا لازم الجماهير تفرح ولازم كلنا نفرح الحقيقه بمباراه زي دي لكل ما بنشوفها كل فترات وكل سنين 2021 اولها خمسه كويس وعايز اثنين اطراف هو ده اللي انا بدور فيه للنادي الاهلي هو ده اللي بدور على المستقبل فرقتي ان انا اخد بيه الدوري مكسب 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 خلاص الموضوع يبقى يعني شكل جدي ايوه الموضوع انا بدور دلوقتي ان انا احتفظ ببطوله احتفظ بشكلي احتفظ بادائي ما عنديش بقى انا لعيب اشتريته فلازم العبه طب مش عارف الظروف النهارده كانت ايه لا انا عايز اقوى ما في المنطقتين اللي على الاطراف دي زي حسين الشحات وما يوازي حسين يقعدوا مع بيرتساو ده يقولوا له اللعب في النادي الاهلي قصه عايزه جري وعايزه تنفيذ وعايزه شغل في المنطقه الثانيه الهجوميه زي محمد شريف ما بيعمل زي حسين ما بيخش وعنده قرار النهارده كان ممكن يجيب السادس من ناحيه الشمال ودخل وقطع لو محمد شريف موجود الكره دي كانت ممكن تبقى جول لو محمد شريف موجود ثلاث اربع كور منه الراجل اللي بيروح ناحيه اليمين مكسيوني ده مش لاقي حد واحنا قاعدين نقول يعني هيروح لوحده بيتمشى هناك في الناحيه دي لوحده والدنيا مفتوحه لو محمد شريف وقفشه موجودين انت كنت لازم تدرجم اهداف تانية وما كانش هيحصل فيك لما تبقى عندك محطات قويه جدا في الملعب الفرقه الثانيه مش هتيجي عليك انت اللي هتبقى بتستلم انت اللي عندك ازاي اللي بيستلم وبيوزع وبيهدي اللعب وبيعمل الريتم زي معلول حالته النهارده 10 على 10 دفاعيا وهجوميا وكل شيء تستغل مع وجود اللعيبه دي انما ما تحملنيش ما لا طاقه ليا به هل انا ببارك له على الخمسه وببارك له على اللعيبه كمان اللي موجوده دي فكره بقى ان هو عايز يريحها لاي سبب ده شكله كجهاز كمدير فني الحقيقه انما انا ببارك له وببارك للجهاز الفني كله وبنطلب ان احنا نتحسس مع بعض قوه الفرقه اللي كانت بتلعب النهارده بالطرفين كمان وعنده ما شاء الله يعني عنده ما شاء الله عبد القادر وعمار حمدي وحسام حسن شفنا النهارده طاهر خدت بالك شفنا بقيه الفرقه كلها غيرها وعمل الشكل لازم هو ما يحصلش فيه ان انا ابقى كسبان 3 وكسبان 4 وكسبان 2 مع الفرقه اللي هلعبها بعد كده ان شاء الله والاقي فرقه بتخش معايا بتعمل عرضيات عليا بتعمل لتغييرات معينه او لحاله انا ما يعني اسمح لي انا ما مغفرش اي وقت اي حاجه الا في الاصابات بس الا في الغيابات بس انما غير كده انا ببارك لنفسي النهارده وببارك للجماهير وببارك كل حاجه والطمع اللي كان عندي كان من حقي انتوا اللي خليتوني اطمع كمشاهد انتوا اللي خليتوني طاير لغايه الدقيقه 70 او الدقيقه 85 لغايه 80 فانا بتمنى المكسب الكبير اللي احنا الارض اللي احنا خدناها النهارده كمان غير الخمسه اداء اللعيبه دخول اللعيبه مع بعض فاتمنى ان بيرتساو ده يبقى شايف هو بيلعب مع فرقه شكلها عامل ازاي ويلعب يشتغل على نفسه اقوى يشتغل على نفسه اسرع الحكايه مش حكايه ان انا عايز ارقص وبس لازم عيني تبقى شايفه الكره يخلي اللعيبه تثق فيه ويدوله الكره فبنتمنى ان شاء الله الفتره الجايه الافضل الكمال لله وحده بس احنا من حقنا ان احنا نحسس على شويه حاجات باذن الله تعال نروح لزميلنا كريم احمد ولقاء مع اكرم توفيق لاعب النادي الاهلي اتفضل يا كريم
برحب بيك من جديد كابتن ايمن شوقي، كل كباتننا الكبار، كل جمهور النادي الاهلي. فوز مهم الحقيقه، اداء ورجوله واصرار كبير جدا من كتيبه الابطال الحقيقه، ده اللي قلناه كابتن ايمن في البدايه. شفنا تركيز كبير، شفنا الحقيقه تدريبات على اعلى مستوى، والحقيقه بيتس موسيماني ايضا كمان اللي ادار المباراه بشكل كبير جدا. انا هبدا معاك بالرجوله اكرم توفيق، واحد من اهم لاعبي النادي الاهلي واهم لاعبي في منتخبنا الوطني. اكرم يمكن الحقيقه ببارك لك، اصرارك واداء كبير جدا جدا الفتره اللي فاتت، تركيز كبير وروح كبيره جدا مع لعيبه النادي الاهلي. حابب تقول للابطال وحابب تقول لكل الرجاله دي؟ لا والله الحمد لله رب العالمين على المكسب. دي حاجه يعني حاجه مش جديده علينا. بشكر اللعيبه وبشكر الجماهير اللي سندتنا النهارده، والحمد لله رب العالمين. وبنوعدهم ان شاء الله ان كل ماتش نبقى احسن من اللي قبله، وان شاء الله يعني احنا داخلين في كذا يعني بطوله، يعني ربنا يكرمنا ان شاء الله ونقدر ان شاء الله نكون واقفين على رجلينا ونفرح الجمهور ان شاء الله. المنافسه حلوه وكبيره وشريفه جدا بينك انت وهاني وكريم فؤاد، والحقيقه دي من مميزات النادي الاهلي، اللي موجود بيسد، وهي دي من قيمه النادي الاهلي. شايف المنافسه ازاي اكرم في المكان ده؟ لا طبعا هاني لعيب كبير يعني ما حدش يقدر يختلف عليه، وكريم برضو نفس الكلام لعيب كبير. احنا اخوات في الاول وفي الاخر، بنموت نفسنا. اي واحد بينزل الملعب بيموت نفسه عشان خاطر الجمهور، عشان خاطر الفرقه. اي ما شاء الله، عشان خاطر الفرقه. وان شاء الله يعني اللي جاي يبقى احسن، واللي يلعب يسد مكانه، يعني ما حدش بيزعل يعني الناس بتلعب مكانهم. بس في الاول وفي الاخر بنموت نفسنا عشان خاطر الجمهور وعشان خاطر الفرقه. يمكن الاداء اللي فيه اكرم، انا يمكن كل مره بقول لك كده، يعني برك بالوالد والوالدين ودعواتهم الكبيره ليك يا اكرم، ده سبب وسر كبير جدا من اسرار النجاح. شايف نجاحك ازاي؟ وشايف العلاقه الكبيره اللي بينك ووالدك ووالدتك شايفها ازاي؟ اه طبعا انا والدي الله يرحمه يعني له يعني فضل عليا كبير قوي، يعني كنت اتمنى يكون موجود يشوف اللي انا وصلت له، وان شاء الله اللي هوصل له باذن الله. بشكر والدتي جدا، يعني مش مهما عملنا مش هندوم حقهم، وربنا ان شاء الله يجعلنا يعني بارين بيهم ان شاء الله. مبروك ربنا يخليك، مبروك من بارك. اكيد واحد من نجوم النادي الاهلي اكرم توفيق. معلش كابتن علاء، تحس في الشوط الاولاني ان كارترون فكره وقف، ما عندوش حلول. يمكن الحلول ابتدت الشوط الثاني، بس تحس ان هو من بدايه الشوط الاولاني لحد يمكن بعد الجول الثالث بشويه هو زي ما يكون مشلول مش عارف يعمل ايه. لانك انت بدايتك كانت قويه جدا، توقيت الاهداف ممتع، دقيقه 16 20 16 وانت المتحكم في بدايه المباراه، وبتحرز هدف هو عارف ان المواضيع بقت صعبه جدا عليه. ايوه النادي الاهلي ما جابش هدف هجمه بالصدفه ولا حاجه، لا لا 25 كمان 16 25 ما انا كنت 24 كمان مش انا كنت اقول لك ترتيب كمان الهدف بتاع شريف. فترتيب الاهداف كمان ايمن، هو خلاص تماما ما عندوش اتشال تفكيره زي ما بيقولوا في الكوره، ما عندوش هيغير مين. الزمالك الشوط الاول هو لو حب يغير يغير مين؟ على الاقل تسعه. بالظبط، يعني الطاقم الاربعه اللي ورا لازم يتغير. كويس، واثنين يعني هيسيبوا اثنين بس في الملعب. فطبيعي ان انا كمدير فني انا مش قادر افكر، هو مش قادر يفكر يعني ولا في فكر جوه الملعب ولا حتى من بره الملعب. طيب انا كمدير فني بره كويس وشايف عندي انهيار في خط الدفاع بالكامل، انا على الاقل هظبط طيب خط الوسط الدفاعي، هعمل حاجه يعني هقول حاجه أو هعمل انا ممكن اعمل تغيير يا كابتن بعد 10 دقايق، انا عارف، بعد 5 دقايق. انا بقول لك على اللي حصل معاه هو. لكن هو لو انا كمدير فني وشايف كده، لا انا كنت اعمل تغييرات بسرعه، مش هعمل تغيير واحد، ممكن اعمل تغييرين ثلاثه في الشوط الاول عشان النتيجه ما توصلش لكده. لكن هو تحس ان هو دماغه قفلت خالص. مظبوط، ان انت مش مديله فرصه يتنفس. صح، انت ضاغط عليه يعني. بص يا ايمن، بص ديانج فين الكوره. بص ديانج فين، ده الجول الاول. لا هتقلنا معلش من يعني الاول، هتقلنا من الاول بعد اذنك. بص ماشي، لا نقف هنا، نقف هنا. لا رجع لنا كرة تاني، معلش رجع لنا كرة تاني ونقف نثبت، عشان هنبص على الكثافه العدديه للاعيبه نادي الزمالك قدام ال 18. لا رجعها كمان، رجعها كمان في 8. لا من البدايه، من البدايه. ايوه بس اثبت هنا بقى، بس كده. بص يا كابتن علاء، بص يا سيدي، التمركز الدفاعي بتاع لعيبه نادي الزمالك. بص يا سيدي، الكوره بتاع محمد مجدي او عمرو أو بص في الكادر، في كام لعيب لابس ابيض؟ كويس، 10 كويس، ليهم فايده؟ ما انا بتكلم على كده. لا تمركز بقى، تمركز فاشل يعني. بص محمود علاء وشريف فين؟ بص ديانجا ما استلم الكوره ومحمود الونش فين؟ وده احمد وده ابو فتوح ده، بص فين؟ وبيرسي ده فين؟ وفي واحد علي معلول مسلول مش شايفه اساسا. فالوقفه كلها بتاع فريق الزمالك ملهاش لازمه،
ما بيعملوش حاجه، بالعكس هم بيتفرجوا على الكوره. ماشي بقى الكوره، هتحس ان هي كوره سهله جدا. ماشي ماشي بقى، كمل 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 كمل. بص محمد شريف استلم، بص لوحده، مفيش حاجه، مفيش ضغط، مفيش ضغط ولا على ديانج في ضغط، مع انه قدام ال 18. بس هو في تحرك حصل، رجعت انا معلش، تحرك محمد مجدي كمان ممتاز بعد ما بص الكوره، لان هو بص سحب معاه بالفتوح. تحرك محمد مجدي لما راح يمين، ومحمد شريف لما اكنه ياخدوا رده، خلوا المساحه كلها لديانج اللي هو استلم. وطبعا احنا عندنا القفه اللي عندنا بتاعت المدافعين اللي هو بيرجع لورا، يعني ما ينفعش ارجع، طب ما اطلع لقدام بدل ما ارجع لورا. لكن هم بس انت قلت حاجه كويسه باينه في الصوره دي، انطلاقات ديانج وعمرو السوليه ووصولهم لحد خط ال 18 لنادي الزمالك. انت مستحوذ على، انت منتشر تماما في نص ملعب الزمالك، ومستحوذ كويس جدا، مخترق كل ومخترق كل تمريراتك كويسه قوي، ووقفه غلطه جدا من لعيبه الزمالك، ما فيش حد بيراقب حد خالص. لكن هدف في نوع من في نوع من الحظ ده في كره القدم، لكن انا بتكلم على شكل الكوره. أيوة شكل الكوره حلو حلو بزياده كمان، تحرك محمد شريف، تحرك محمد مجدي، خلق المساحه. مظبوط. اللي ديانج نادرا لما تلاقيه موجود هنا، شاط الكوره. خلي بالك كابتن علاء، بعض الجماهير او بعض الناس بتبص على الجول بس، لا بس ما بتشوفش اللي ورا الجول. جول بس ساعده محمد شريف، تحرك محمد مجدي. بالظبط. هو دايما في حاجات بتساعد تخلي الفرصه لديانج او المساحه ديانج ان هو يبقى عنده الفرصه ان هو يسدد التسديده دي. هدف 1-0 وانت مستحوذ على الملعب كله يا ايمن، فطبيعي انا كمدير فني تبص فين بص بص المنظر، بص منظر لعيبه النادي الاهلي، لعيبه الملك واقفه غلط ومساحه ضيقه. بص لعيبه الاهلي بقى، ده اكرم اللي اخر واحد هنا، ده واخد الجنب اليمين، وعلي معلوزه بقول لك واخد الجنب الشمال، فالملعب انت واخد الخطوط كويس قوي. صح. وعندك ثلاثه في القلب تحركوا براحتهم جدا، محمد مجدي هيباصي، التحرك بتاع محمد مجدي كمل بقى عادي، كملها. انا بس عايز اتاكد محمد مجدي هيروح فين. ايوه. بص محمد مجدي بعد ديانج، بص هيضطر فتح يخش جوه على محمد مجدي، المساحه دي هو اللي لقى فيها فرصه لديانج. مظبوط. شاط الكوره خبطت في واحد هدف، فخلاص 1-0. صحيح. بص المنظر كل يعني لو جبت اي شكل دفاع لعيب زمالك يا ايمن هتلاقي الشكل ده. طبعا الشكل ده ممتاز طبعا يعني، دي من اولها دي يا جدع. بص كله في ظهر، كله في الظهر. ده عمرو السولية سابها. مظبوط. بص اكنك في تمرين اللي هي باص موقفها. بص سهل سهل، مفيش ضغط زياده، بس محدش بيضغط، مفيش ضغط. سهل سهل وحركه، يعني في سهوله، في انسيابيه في الحركه يا ايمن، لان المساحه موجوده. وزي ما اسامه بيقول الضغط، مفيش ضغط خالص، انت كله بيتفرج، كله بيتفرج، فخلاص يعني. صحيح. مهما زاد العدد من غير ضغط انت مالكش لازمه خالص يعني. مظبوط. لو عندك حريه بقى تعمل وان تو تشوط. ولكن قرار ديانج كمان كان يعني عنصر مفاجاه. بالظبط. دخل النهارده بالظبط انك تشوط، وخلي بالك برضو التوفيق بيلعب دور. النهارده تخبط في المدافع وتعلى وتتخبط، التوفيق موجود في الكوره، موجوده في وتيجي وتيجي في ابو جبل وتدخل ورد فعل ابو جبل، خلي بالك المسافه صغيره. بس النهارده برضو شوف الحارس الكبير الشناوي، في كوره اوف سايد، كوره شالها من 6 يارد. انت بتتكلم كان في يارد 3 يارد وشالها. ما ده برضو الحارس الكبير. صحيح يا كابتن. رد الفعل. وعلى فكره يا كابتن التوفيق بيروح للمجتهد طبعا. طب محمد الشناوي حارس موهوب، النهارده 5 اهداف لما يعني في نادي الزمالك. شوف ابو جبل حتى في اهداف يسرع عليها طبعا، رد الفعل. كره ديانج الثانيه برضو اللي الهدف الثاني اللي من بره ال 18 ركنها في البعيده، فيها مهاره وذكاء، لكن شوف تعامل برضو ابو جبل فيها. طيب تعالوا نروح لزميلنا كريم احمد ولقاء مع محمد شريف لاعب النادي الاهلي. اتفضل يا كريم. محمد شريف، محمد شريف واحد من نجوم النادي الاهلي. محمد شريف مبروك يا شير يا جميل، والف مبروك، اداء واصرار كبير جدا. قول لي بس حرام عليك لعبنا الكوره بقى ومع ذلك جيت لك بره. شير يا تحب تقول الاول في البدايه لجمهورنا، جمهور النادي الاهلي النهارده الحقيقه كان ليه بصمه كبيره جدا واداء كبير جدا وتحفيز كبير مع الاداء الكبير جدا مع لعيبه النادي الاهلي، حابب تقول يا شريف النهارده؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا ببارك لجمهور النادي الاهلي على المكسب والاداء والنتيجه النتيجه الكبيره. ماتش في 3 بونت، احنا لسه ما عملناش حاجه، لسه بدري احنا في بدايه موسم، ان شاء الله نحافظ على الاداء ده والنتيجه الكبيره دي في كل الماتشات، وبنوعدهم ان شاء الله نحسم بطوله الدوري بدري، وان شاء الله اقرب بطوله هنخشها باذن الله ناخدها باذن الله. قول لي التعليمات كانت ايه من موسيماني لمحمد شريف يعني قبل التشكيل؟ الراجل كلفك بايه؟ لان الحقيقه يمكن النهارده شريف كان فايق في الملعب، سرعاته بيجري في كل حته، وربنا كمان كرمك يا شريف بالاهداف. الراجل قال لك ايه يعني حفزك ازاي قبل الماتش؟ هو الراجل مش اتكلم مع شريف بس، الراجل اتكلم مع الفرقه كلها. الراجل دايما بيحفزنا، بنشتغل بنشوف نقطه ضعف
المنافس بنشتغل عليها، والحمد لله ربنا قدر يكرمنا النهارده بخمس اهداف. ضيعنا كور كان ممكن النتيجه تبقى اكتر من كده، بس الحمد لله ربنا شايل الخير في الماتشات الجايه باذن الله. تقول ايه لجمهورنا اللي منتظر اكتر من كده الفتره اللي جايه؟ هي مباراه في بطوله الدوري العام لسه اللي جايه ان شاء الله يكون افضل للنادي الاهلي. ببارك لجمهور النادي الاهلي، وان شاء الله باذن الله نعمل موسم احسن من الموسم اللي فات باذن الله. حبيبي مبروك، الف مبروك. ماشي كابتن، معانا الجول ده. لا هتقولنا برضو من الاول الجول ده، هات لنا بعد اذنك الجول ده من الاول. لا مش فكره. ماشي، الكره كانت مع نادي الزمالك لا نجيبها، معلش نجيبها ويا راحل محمود علاء، نجيبها ويا راحل محمود علاء. ما ضغطش على محمود، لا سليم، ما هو كانش والله شريف ما ضغطش عليه كمان والله، ده شريف كان حنين معاه. طب بص، هو الواحد ده مجرد ما شريف راح شاف شريف بس، ولكن يحسب ده السوليه. بص السوليه فين؟ يحسب لمين يا كابتن؟ يحسب للسوليه. هو في حاجه كده زي اللي بتتلعب دي؟ يحسب محمود علاء. لا لا بص السوليه، لا 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 بالفكر. لا لا برضه السوليه اتصرف فيها كويس قوي يا كابتن. لا لا تفكير محدش. السوليه هايل هايل، كان ممكن تتخيل ممكن يتصرف كده؟ مش ممكن. ايه الثقه دي؟ وبص السوليه فين؟ بص السوليه واخد الكوره فين؟ انت بص ضغط على لعيبه الزمالك من ايه؟ رقم 18 نادي الزمالك. محمود علاء الهدف. لا لا معلش، بس هو الراجل زميله يا كابتن. بص يا بلال حرام عليك، ماشي زميله حتى ما جالوش يا بلال. بص اهو زميله اهو كان طارق حامد، انا مش قادر. ادي السولاي هدف حلو قوي 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 قوي، ده بيعمل سرور الراجل وهو ورا الديفندر. انت عارف لو لعيب اشول مش هيعملها بالحلاوه دي. اللعيب ده الجول ده لو حد شافه لازم ياخد يتاخد. لو لعيب اشول ده جول اوف زير، يعني ده في اي حته في العالم يبقى جول السنه. لا الاسيست، الجول كله على بعض. لو جول حلو برضه، الجول كله الراجل عامل كاتنج فيها صعوبه على محمد شريف. لا طبعا يسبق وفي ثانيه يلعب، بس هو عشان هداف لعبها بشماله وعايز يلعبها. خلي بالك عايز يلعبها عكس ابو جبل. أيوه. مش بزاوية ابو جبل عشان أيوه. لو في تقسيمه مش هيجي جون زي ده. والله لو بلعب تقسيمه واعمل كره زي دي مسموح لي. انما في ماتش زي ده ويتعمل الكره دي وتتنفذ وتيجي جول، يعني جول التاريخ. لو معانا الجول الثالث ممكن ناخد الجول الثالث. بس هو فايق النهارده السولاي، هو بالظبط بالظبط النهارده فايق، يعني فايق وموفق والكره ماشيه بالظبط. خد بالك انت لما تكون فايق بتعمل اي حاجه بتمشي. بقول لك الكره دي ما شفناهاش، خدت بالك، غير في انجلترا ولا حاجه اهي. انما تيجي وتيجي جول شفناها في انجلترا. يعني خلي بالك احنا مش عايزين ننسى توفيق كبير الحمد لله. طبعا محمد شريف في الهدف الاول زي ما الكابتن علاء قال بيعمل 1 2 بياخد المدافعين. الهدف الثاني ركله الجزاء بتاعت علي معلول، هو صاحب الاسيست ان يباصيها في ظهر حمزه المسلوسي ويروح في المساحه دي. بص محمد شريف، بص يا كابتن اسامه، انا ليا وجهه نظر برضو متواضعه. الشوط الثاني لما اتغير محمد شريف ريح جدا دفاع نادي الزمالك. طبعا الونش ريحهم بنسبه، اقول لك بنسبه كام؟ 100%. طب خلي بالك كفايه محمد شريف انه بيسجل. انا وجهه نظري ما كانش متواضع. انا وجهه نظرك متواضع بتقول ليه يا كابتن؟ انا وجهه نظري عشان اقول لك وجهه نظر انا كانت مش متواضعه، كانت اوفر شويه. ما كانش يخرج. طب ما كانش يخرج ولا الا لو عنده حاجه. لا محمد شريف حتى يعني لو تعب نفسيا بالنسبه للونش ومحمود علاء لازم يفضل في الملعب. سجل السنه اللي فاتت اللعيب ده سجل والنهارده بيسجل. ده صاحب ده الاسيست اللي عمله لعلي معلول. شوف علي معلول فينا يا كابتن ايمن. التحرك اللي احنا بنقول عليه علي معلول هيبقى ليه الافضليه دايما ان هو وينج في طريقه 3 4 3. علي معلول هنا. بص اكرم كمان يا اسامه فين؟ ما هو دي اكرم فين؟ واكرم على طول من بالظبط. دي النقطه اللي احنا اشدنا بيها بموسيماني. قلنا في طريقه 3 4 3 هيكون الباكين اكرم وعلي معلول لهم الافضليه دايما في الناحيه الهجوميه. مظبوط. علي معلول في تمركز جيد جدا النهارده. الاستلام بقى يا ريت تمشوا اللعبه، الاستلام بتاع محمد شريف. ماشي اللعبه، نمشي اللعبه. بس بص، لا طب استنى لحظه واحده بس معلش. أيوة. اديني المستضيف ده تاني. بص المساحه يا كابتن بين يا كابتن. لا نشوف الاستلام. الاستلام هي الاستلام ويلف نفسه علشان. بص يا كابتن المساحه دي في ظهر نص الملعب وفي مواجهه دفاع نادي الزمالك. هي دي المساحه اللي كانت المساحه دي كانت موجوده على طول من بدايه الشوط الاولاني. دي اللي كان بيلعب النهارده عليها موسيماني بالظبط، ودي اللي ما عرفش يتعامل معاها كويس كارتيرون من بدايه المباراه. ودي اللي احنا كده كنا خايفين منها تحصل فينا. بص عملناها احنا فيها استلام تحرك عالي ولعب وثرو باص. فتح لنفسه مساحه الباص انه يجيبها على شماله ويحطها في ظهر حمزه المسلوسي وركله جزاء طبعا صحيحه. بس تصرف رائع من علي معلوم اللمه ديت طبعا. هو عشان يعرف حمزه كويس.
لا يعني فيها زكامل علي معلول زكام محمد قال له شريف. علي قال له انت اللي اديتني ضربه الجزاء. يعني محمد شريف لو بنتكلم بالارقام في الثلاث اهداف مشترك فيهم، الهدف الاولاني لما باصل ديانجو جيري، الهدف الثاني بيعمل اسيست لعلي معلول، الهدف الثالث الرائع من السوليه لمحمد شريف. صحيح. فالنهارده محمد شريف يعتبر من نجوم المباراه كلهم. انا بتكلم من نجوم المباراه. أيوة الفرقه كلها النهارده كلها نجوم صراحه. صحيح. كل اللي شاركوا النهارده نجوم. مزبوط. لكن محمد شريف بالتمركز بالفاعليه بتاعته وزي ما كابتن ايمن قال الشوط الثاني لما خرج بان كان دور محمد شريف مهم جدا. مزبوط. نفسي اقول حاجه واحده. اتفضل. احنا كسبانين خمسه. كسبانين خمسه وزعلانين. ليه نفسي؟ لا مين يا نادي الاهلي؟ احنا زعلانين. انا فرحان. لا 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 انت بتتكلم على نفسك. هو بص عايز اقول لك حاجه يا علاء. انا والله العظيم خمسه وخمسه بس يا علاء اتكلم على نفسك. خمسه خمسه والله العظيم تلاته خمسه مواه. انا زعلان. لا انت زعلان عشان ايوه انا عارف انت عايز. انا ما كنتش عايز ماشي. طب نجيب السادس. هنجيبه ان شاء الله باذن الله الدور الثاني. ما تخرجش شريف. طب تعالوا نروح لزميلنا كريم احمد ملعب مباراه ولقاء مع محمد الشناوي حارس مرمى النادي الاهلي. اولا ببارك للعيبه ووصولي للقائمه ال 20 الاحسن في العالم ده من وجودي في النادي الاهلي ومن وجودي للعيبه اللي موجوده ديت اللي بتبذل جهودها في الملعب. ده بقى شغل جماعي مش شغل فردي. وطبعا بشكر ميشيل والجهاز الفني كله ان هم شغالين معايا وبشكر علي وشوبير وحمزه والناس اللي معانا كلها. هم دول الحقيقه هم اللي وصلوني للمكانه ديت. وبشكر اللعيبه النهارده على الاداء الكبير النهارده اللي عملوه والروح الكبيره اللي عملوها النهارده. وبقول لهم لسه بدري لسه الدوري طويل ونركز ان شاء الله نفرح النهارده وان شاء الله نركز في اللي جاي. بقول لهم الف الف مبروك طول ما انتم كده مع بعض روح على قلب رجل واحد زي ما بيقولوا. هنفضل ان شاء الله نكسب على طول ان شاء الله هنعمل حاجه كويسه للنادي. اهم حاجه الحمد لله رجعنا الجمهور وفرحان عشان اول مره الجمهور يكون موجود بعد فتره طويله ما كانش موجود. اول مره يكون موجود في ماتش زي الاهلي وزمالك بقى لنا فتره كبيره مش موجود. اهم حاجه ده كان عندنا اللي احنا نرجعهم فرحانين والناس اللي بتتفرج في بيوتنا اللي في بيوتها يرجعوا فرحانين. والحمد لله الحمد لله على قد ما قدرنا فرحناهم. انا بقول للعيبه دول انتوا رجاله وطول ما انتوا كده على طول مع قلب واحد بتبقوا رجاله ان شاء الله اللي جاي يكون افضل ان شاء الله. شناوي سابق الزمن عشان يرجع في الحقيقه في الاصابه وكان عندك اصرار كبير جدا الحقيقه شناوي ان انت كنت متواجد لان انت قيمه كبيره جدا كابتن فريق شخصيتك مهمه جدا متواجده الفتره دي. ازاي شناوي قدر يرجع عشان يكون متواجد في مباراه الزمالك؟ طبعا انا بشكر الجهاز الطبي كله برئاسه الدكتور احمد ابو علاء دكتور احمد طبعا. وطبعا انا اللي تعبوا معايا جامد جدا في الفتره ديت. كنت بعمل جلستين في اليوم الصبح وبالليل. الناس بصراحه تعبت معايا وعملت كذا بلازما عملت مرتين. وبصراحه بشكر برضو الكابتن محمد النجار طبعا عمل معايا واجب يعني تاهيل ومحمود حمدي وكابتن طارق جهاز الطب كله. الناس دي بصراحه يعني كانوا معايا على طول. هم بصراحه ما حتى مش الشناوي بس مع اللعيبه كلها بيتعاملوا معاهم كلهم زي الشناوي اكتر. كل اللعيبه واحد. اهم حاجه في الفرقه واهم حاجه يكون مين موجود. انا لو كنتش موجود النهارده كان علي كان هيأدي اكتر مني واحسن مني او مصطفى شوبير. احنا كلنا اهم حاجه احنا كلنا واحد نلعب مصلحه النادي. دي اهم حاجه احنا بنشتغل في الاول وفي الاخر لمصلحه النادي. ده اهم حاجه احنا بنشتغل وبيبقى بتاع ربنا والتوفيق بتاع ربنا. يعني هو الواحد بيبقى نفسه يرجع والكلام ده كله بس لازم تشتغل ولازم تتعب عشان تكون موجود والكلام ده كله. بصراحه الجهاز الطبي كله يعني بصراحه تعبوا معايا وبتعبوا مع اللعيبه كلها. والحمد لله برضو بشكر الاداره انهم وفروا اجهزه كتير كويس اجهزه بتسرع على الرجوع عشان اللعيبه ترجع اي حد اتصاب. بصراحه الاداره موفرنا كل حاجه للعيبه واحنا ان شاء الله بنشتغل لاسعاد الجماهير واسعاد الناس طبعا. اول حاجه اهم حاجه الناس تكون فرحانه. والحمد لله يعني انا بقالي فتره بقالي مع اعتقد 25 يوم او 20 يوم مش فاكر بصراحه عشان انا ما عدتش. انا كنت عايز ارجع والناس كلها بصراحه وقفت جنبي وبشكرهم كلهم ولهم الف الف مبروك اللعيبه للرجاله ديت. وبقول للجمهور اهم حاجه انتوا روحتوا مبسوطين وان شاء الله نقدر نفرحكم الفتره الجايه. كابتن علاء يمكن مكاسب ماتش النهارده فعلا عوده محمد الشناوي. دي حقيقه طبعا يا حارس مصر الاول بلا منازع. رجوع النهارده مدت حمل طمانينه كمان
للعيبه النادي الاهلي. اللي عايز اقوله قبل الكلام على الشناوي وعلي لطفي، المباريات السابقه لقابه طبعا قدم مستوى ممتاز، فالطبيعي ان انت يبقى عندك في كل مكان، يعني مش واحد، لا ده واحد واثنين واثنين نجوم قوي، نجوم كبار جدا، فمش مشكله مين يلعب. زي ما كان اسامه بيتكلم دلوقتي او كابتن شريف، ان انت كل مكان دلوقتي عندك نجم واثنين وثلاثه كمان. انت مش عندك انت مش عندك احتياطي لعيب عادي، لا انت عندك احتياطي نجم. صح. فالنهارده غياب الشناوي، اصابه بتحصل في كره القدم، يتعالج ويرجع الشناوي. مفيش بقى يعني الشناوي ما يقارنش باي حارس في مصر، ده حارس مصر الاول ونسكت. لكن لما بتحتاج على لطفي بتلاقيه، ودي احلى ميزه في علي لطفي. أيوه. دايما مركز ودايما موجود ودايما عارف هو فين. زي ما دايما بقول كلمه على اكرم، عشان كده ربنا بيكرمه يعني فتره هو عارف هو موجود فين. ايوه. ويعني حتى لو كان بيحلم ان هو موجود في النادي الاهلي، ما كانش يحلم الحلم ده. مزبوط. لكن هو موجود في النادي الاهلي، عشان كده بيشتغل وبيتعب. دلوقتي اكرم بقى خلاص نمره واحد في النادي الاهلي، هو في مكانه منتخب مصر موجود. فهي دي نوعيه لعيبه النادي الاهلي يا ايمن. مزبوط. عارف قيمه المكان اللي هو فيه، مش اي حد يبقى موجود في النادي الاهلي. أيوة. صعب يعني، الموضوع مش سهل والله. خلي بالك هو الشناوي، طبعا انا عارف اللي حصل، بس هو الشناوي داس على نفسه كويس قوي، جامد، عارف الرغبات والدوافع بتاعته. طبعًا قللت طبعًا قللت طبعًا مده الاصابه دي، خلي بالك كابتن علاء، مش اقل من 5 6 اسابيع بتوقف فتره صحيح. لكن هو بصراحه العزيمه والاصرار والاراده بالظبط، يعني والعين عايز يرجع، وخلي بين قوسين كده بيعاند ان هو عايز يرجع، مش عايز يبعد. ودي سمه لعيبه النادي الاهلي، ما انا بقول لك طول عمرهم لعيبه النادي الاهلي الحمد لله فيهم صفات كبيره قوي، من ضمنها الحاجات دي. هو بيعاند، عايز يلعب، عايز يبقى موجود، مش خلاص بقى ما هاخد وقتي وكده، لا انا عايز ارجع وعايز العب. هو اساسا هو مش محتاج يثبت نفسه، هو اساسا حارس مصر الاول، فانت مش محتاج تثبت انت ايه، لكن انت لا انا عايز ابقى موجود على طول. أيوه. مش عايز ابعد، مش عايز ابعد. أيوه. عايز ابقى موجود. انا زعلي ان انا مش عايز ابعد عن النادي الاهلي، عايز العب، عايز ابقى موجود. زي بقول لك اكرم، انا عجبني يعني عقليه اكرم، عجباني جدا، تفكيره ممتاز. فجاه لقى نفسه في النادي الاهلي، احتياطي مش موجود، بره هنا خدها واحده واحده لحد ما موجود اساسي في النادي الاهلي. فطبعا مكاسب النهارده المكسب الكبير قوي اللي كان كابتن شريف عايز اكتر من كده. الاداء معظم اللعيبه اداء ممتاز، عوده الشناوي الحمد لله وخرج سليم من المباراه. صحيح. وشكله في المباراه كويس جدا، تحس انه يعني ما فيش، ما بعدش عن الـ عن الـ عن المرمى نفسه، مع ان الموضوع بقى صعب جدا. لكن هو ده دي صفه الكبار. صح. دي سمات الكبار ان هو حارس مرمى كبير. فبقول مبروك يا الشناوي، والف مبروك على المكسب الكبير. وبعدين يا كابتن شريف انا عايز اقول لك حاجه، يعني الاسوء برضه تبقى معاه شويه رحمه. الله، مش الله رحمه الله في الكوره. الله الله نو ميرسي. لا حتى لو هو ده المنافس بتاعك، لا لا لا. ولكن بتشفق عليه بعض الشيء. لا هو لو تمكن مني حي لا ممنوع. انا القاطع ممنوع. احنا لما بتبقى عندي فرصه زي دي، خدت بالك، وانا برضو مصر. يعني محمد شريف وقفش هو ايه دول، لو مش في منتخب بكره بقى يبقى في ده هنقوله بقى بعد. لا هقوله دلوقتي. لا ما هنقوله ده، لو مش في المنتخب بقى بكره يبقى في ايدي خفيه بقى بتلعب في الحكايه. لا مفيش ايدي خفيه ولا حاجه، وان شاء الله هيكونوا متواجدين. طيب يعني اثنين لعيبه بهذا الشكل وبهذا الكيان، زي ما يكونوش ضمن منتخبنا القومي، ان شاء الله احنا عايزين نروح كاس عالم. هيكونوا يا كابتن باذن الله. خدها مني كلمه، هيكونوا ان شاء الله. انت اعلم باذن الله ان شاء الله. طيب تعالوا نروح لزميلنا كريم احمد، ومعاه كابتن سامي قمصان مدرب النادي الاهلي. نجم النجوم الحقيقه الشناوي واكرم توفيق، كابتن سامي قمصان كمان يعني مستمر معاك كده يا كابتن ايمن، والحقيقه فرحه كبيره جدا. مباراه في بطوله الدوري العام، لكن مباراه ليها قيمه كبيره جدا بغض النظر عن النتيجه. مباراه الزمالك لها حسابات خاصه، جهاز فني، لاعبين، مجلس اداره، جمهور. كابتن سامي مبروك، تحضير مميز جدا، شخصيه لاعبين وروح وتركيز بشكل كبير جدا، اداره فنيه الحقيقه على اعلى مستوى من خارج الخطوط. بحييكم كلكم كجهاز فني، وبحيي بيتسو موسيماني، لان النتيجه كبيره لمنافس كبير زي نادي الزمالك. الحمد لله طبعا مبروك اولا لجمهور النادي الاهلي، ومبروك لكل منظومه النادي الاهلي. الحمد لله نتيجه مهمه جدا، واداء الحمد لله زي ما قلت مميز جدا، وتحضير الحمد لله الراجل كنا مركزين الحمد لله جدا المباراه، عارفين اهميتها. وزي ما قلنا قبل كده ان احنا مصممين ان احنا ان شاء الله ما نفقدش اي نقاط في بطوله الدوري العام، لان عارف البطوله المحببه لجمهور النادي الاهلي. ودايما كنا بنقول من خلالك ومن خلال قناه الاهلي وكابتن ايمن ان احنا محتاجين دعم جمهور النادي الاهلي، لازم يبقى في ثقه للجهاز الفني واللعيبه. واعتقد ان اللعيبه دي اللي هي من الرصيد اللي تؤهلها، اللي انت لازم نقف جنبها. يعني نفس القصه الراجل، نفس القصه، كان في هجوم صعب جدا الفتره اللي فاتت عليه، لكن الحمد لله اللعيبه الحمد لله والمنظومه اللي في ظهرنا دايما
ان دايما عاوزين النادي الاهلي يبقى رقم واحد، وده اللي احنا بنأمله يعني، وكنا دايما بنوعدهم ان احنا هنعمل اقصى حاجه بالنسبه لنا كجهاز ولعيبه. واعتقد الحمد لله كنا النهارده نهايه مرحله بالنسبه كانت مهمه جدا، ثلاث مباريات في الدوري الحمد لله بحقق فيها العام كامله. يمكن النهارده الحاجه اللي ما كانتش احسن حاجه بالنسبه لنا طبعا ان انت تستقبل ثلاث اهداف، لكن اعتقد برضو ظروف الاهداف اللي جاتها وتوقيتها، ولو كان اعتقد يعني طبعا بشكر كابتن محمد عادل على الاداء دوت والجهد دوت يعني، لكن كنا املنا ان احنا يبقى يعني مش عاوز اقول ايه، مش عاوز اقولها بمعنى اكبر يعني، لكن كان عندنا فرصه ان احنا كنا ممكن نكسب عدد من الاهداف اكتر، وممكن ما كانتش الاهداف اللي دخلت مرمانا هي بتبقى بالشكل ده يعني. لكن في الاول والاخر طبعا بشكر فريقين على الجهد دوت والشكل الحضاري اللي الماتش طلع بيه، بشكر اللعيبه على الجهد دوت والاداء دوت والنتيجه ديت. لكن في عندنا تحديات كبيره جدا صعبه الفتره اللي جايه، محتاجين برضو زي ما بقول وبكرر كل مره دعم جمهور النادي الاهلي، وان شاء الله ان شاء الله تكون اللعيبه دي قادره ان شاء الله اللي تحقق كل البطولات ان شاء الله. شريف جمهور يا كابتن سامي انت اتكلمت عليه النهارده، يعني مفتقدين الجمهور وتحديدا في مباراه الاهلي والزمالك رغم قله العدد، لكن كانت روح وحماس وتشجيع، وعم اعتقد انتوا حسيتوا بيه واللعيبه حست بيه طبعا. دايما بعد ربنا بنقول دايما جمهور النادي الاهلي هو الداعم بعد ربنا للعيبه ديت، زي ما انت قلت. بص بالرغم ان الجمهور مش قليل، ولا ده جمهور النادي الاهلي الحقيقي يعني، كميه كنا محتاجين 50,000 60,000 في الاستاد بيدوا باور كبير للفرقه وبيدوا حماس كبير للفرقه، بيدوا بيعرفوا اللعيبه قد ايه قيمه النادي الاهلي. فاعتقد الحمد لله ان اللعيبه ديت برضو الجمهور بشكرهم طبعا على التواجد وعلى الدعم اللي هم عملوه للعيبه، وان شاء الله دايما ان شاء الله في ظهرنا، ودايما ان شاء الله نقدر نساعدكم ان شاء الله. ومن الكابتن سامي وصان تعالوا نروح لزميلنا فاروق صلاح ولقاء مع نجم من نجوم مباراه اليوم الكابتن علي معلول لاعب النادي الاهلي. علي معلول مبروك، فوز كبير ومباراه كبيره النهارده، شخصيه لعيبه النادي الاهلي مبروك على الفوز، مبروك على هدفنا ابو كريم. الحمد لله، اول حاجه مبروك لكل جماهير النادي الاهلي وكل اللاعبين اليوم ظهرنا شخصيه النادي الاهلي، ظهرنا شخصيه لاعبين النادي الاهلي. انه صعيب انه النادي الاهلي يخسر القاب متتاليه، لكن ان شاء الله السنه هذه عاقدين العزم ان شاء الله باش نرجعوا الدوري لمكانه الطبيعي. الف مبروك للرجال النهارده كلهم، ماتش كبير نتيجه كبيره، وان شاء الله القادم افضل ان شاء الله. مباريات الدربيات انت عارف قيمتها بالنسبه للجماهير، انت واحد من ابناء نادي الصفاقسي وعارف اهميه الدربيات. النهارده مباراه، ايه الحافز الكبير اللي كان ليكم قبل مباراه الديربي؟ طبيعي، ماتش ديربي، ماتش قدام الفرقه المنافسه، فريق كبير كما نادي الزمالك عنده لاعبين ممتازين، لكن اليوم شخصيه النادي الاهلي وشخصيه لاعبي النادي الاهلي كانت هي اللي حاضره، هي اللي جسمت الانتصار، انتصار كبير يخلينا ان شاء الله نخدموا ونرتاحوا ونرجعوا ان شاء الله نركزوا في المقابلات الجايه والقادم افضل باذن الله. حتى الان هداف النادي الاهلي في الدوري بثلاث اهداف، مين توقع لك النهارده ان انت تجيب هدفين؟ الحمد لله الناس كلها هي مراتي الصراحه، مراتي قبل الماتش كلمتني وقالت لي ان شاء الله مش تسجل اهداف، الحمد لله اليوم سجلت هدفين، نهدي لها الانتصار ونهدي الانتصار الكريم وسليمه بتبيعها بنتي وكل جماهير النادي الاهلي وحسين يا قول لا. عايز اروح لحسين الشحات نينجا. حسين مباراه كبيره النهارده وانت عارف قيمه الدربيات، مباراه كبيره امام نادي الزمالك، خمس اهداف في مرمى نادي الزمالك، مباراه كبيره بتكتب في تاريخكم كلاعبين في النادي الاهلي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله طبعا يعني نتيجه كبيره جدا قدام خصمك اللي هو يعتبر منافس ليك، الاقرب منافس ليك، الديربي على طول موجود في مصر هنا، فالحمد لله دي كانت حاجه كويسه، والحمد لله احنا قدرنا نكسب نتيجه كمان، ولازم نبني عليها ان شاء الله للدوري ان شاء الله، وربنا يكرمنا حق الدوري ثاني عشان نرجعه بيته مكانه الاساسي. حسين النهارده مستر بيتس موسيماني اتكلم معاكم قبل الماتش، قال لكم ايه؟ شفنا النهارده طريقه 3 4 3 اللي بتلعبوا بيها من اول الموسم تديكم افضليه في الملعب، الراجل قال لكم ايه قبل المباراه؟ والله طبعا قال لنا كملوا زي ما انتم، احنا بنلعب مباراه كبيره ان شاء الله نكمل زي ما احنا، وان شاء الله ان احنا نقدر نكسب، فالحمد لله قدرنا ان احنا نعمل كده وقدرنا ننفذ اللي هو طالبه، وده اللي كان مطلوب الحمد لله عملناه يعني الحمد لله. المباراه دي بتديكوا دفع للمباراه اللي جايه وحمل تقيل. طبعا انت المباراه دي بتبني عليها بقيه السنه، لان ده بتبقى الديربي، ده المنافس ليك، فانت بتبني عليها ان انت لازم تكسب الماتشات كلها الجايه ان شاء الله. عايز تدي الفوز النهارده لمين؟ والله طبعا بديه لوالدتي وزوجتي واولادي الاثنين والنونه اللي جايه ان شاء الله. حبيبي حسين وربنا يجيبك بالف سلامه يا رب. يا رب ان شاء الله. فرحه جميله، وطبعا الكابتن سامي قمصان قال ان احنا محتاجين دعمكم ودعم جماهير الاهلي، بس هو انتوا اللي اخذتونا زمالك كابتن شريف، انتوا اللي اخذتونا على كده، طالما المستوى ده موجود عند اللعيبه، جمهور النادي الاهلي جمهور طماع، جمهور عارف ان لعيبته قادره تادي بصوره ممتازه زي ما ادت النهارده وزي ما ادت مباراه الاسماعيلي، فهو طالب كده على طول، هو الجمهور كده، طالما انت عندك الامكانيات ديت لا اطلعها في الملعب، طالما انت عندك المواهب ديت اطلعها في الملعب، طالما انت عندك الامكانيات وعندك الاوراق اللي تصنع الفارق بالمستوى ده، احنا كلنا
منتظرين المستوى ده وما بنقبلش، لان احنا طماعين، جمهور نادي الاهلي طماع، ما بنقبلش اقل من المستوى ده، واتمنى ان النادي الاهلي يفضل من المستوى ده على طول، لان احنا ممكن نلاعب نادي الزمالك في اكتر من مناسبه السنه دي. نادي الزمالك متصنف تصنيف تاني في البطوله الافريقيه، فممكن نلعبه، لان النادي الاهلي كالعاده تصنيف اول، ونادي الزمالك كالعاده تصنيف تاني. نروح لفاصل ونرجع لحضراتكم بعد الفاصل، ارجوكم انتظرونا. مرحبا بكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين، وكابتن محمود الخطيب بيهنئ جماهير النادي الاهلي والجهاز الفني واللاعبين ويلغي عقوبه السوبر ويصرف مكافاه اضافيه. البيان بيقول حرص الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي على تهنئه الجهاز الفني والاداري والطبي واللاعبين عقب الفوز الكبير على الزمالك 5-3 في القمه 123، واشاد الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي بالمجهود الكبير لكل عناصر الفريق والروح العاليه التي ظهروا عليها طوال المباراه وحققوا فوزا يستحقونه عن جداره. وجه الكابتن محمود الخطيب ايضا الشكر لكل منظومه الفريق الاول، بدايه من الجهاز الفني والاداري والطبي والعاملين جميعا على التكاتف والالتزام والمستوى المتميز الذي ظهر عليه اللاعبون في مباراه اليوم. واشار الى ان هذا الفوز يحمل الجميع مسؤوليه كبيره جدا، خاصه ان المشوار لا يزال طويلا ويحتاج الى بذل المزيد من الجهد والحرص على استمرار مسيره الانتصارات لتحقيق طموحات النادي الاهلي وجماهيره العظيمه. وقرر الكابتن محمود الخطيب ايضا الغاء العقوبه الماليه التي سبق ان وقعها على كل منظومه الفريق عقب خساره بطوله السوبر اللي هي كانت 300,000 جنيه، واكد ان ما تم خصمه من الجميع في الفترة الماضية سوف تتم إعادته إليهم كاملا، بالإضافة إلى صرف مكافأة استثنائية للاعبين. كما وجه رئيس النادي الأهلي كابتن محمود الخطيب التهنئة إلى جماهير وأعضاء النادي الأهلي، مؤكدا على ثقته الكاملة في استمرار دعمهم اللامحدود كعادتهم للفريق وجهازه الفني بقيادة مستر موسيماني وسيد عبد الحفيظ. والإعلامي كابتن شريف الإعلامي احنا ما بنخصمش مننا حاجة. طبعا، واحنا كنا عارفين ان في اول مناسبة، بس لفتة رائعة من الكابتن محمود الخطيب. طبعا هو دايما سباق وبيحس باللاعبين وبيحس بحاجة كويسة يعني، ف دي مبادئ النادي الأهلي وأخلاق النادي الأهلي، واللعيبة لازم تعرف لما بيبقى فيه مجهود مبذول ما حدش يعني كله بيقدر. ايوه كله وده بيرفع حالة المعنويه والنفسيه كمان اللعيبه، سيبك من فلوس يعني. المساله مش مساله خصومات او فلوس او اي حاجه، لا. المساله معنويه بحته، الكابتن محمود يقصد بكده يعني. ايوه بيدي ثقه للعيبه وانه بيثق فيهم، الحاجات الماديه دي ثانويه جدا يعني. عمر ما حد في النادي الاهلي بص لها ولا هيبص لها. النادي الاهلي طول عمره سباق بكل حاجه، احنا كلنا النادي الاهلي يعني، مش عايز اقول في الماديات يعني. شرف لاي حد ان هو يكون جوه النادي الاهلي وموجود في النادي الاهلي، والنهارده بالذات مظبوط يعني اللفته الكريمه دي اللي هي حصلت، دايما نتمناها، وان شاء الله في سكند راوند كمان والماتشات كلها تبقى بنفس الشكل. بالظبط، تدعيم للعيبه وتدعيم وثقه للعيبه، وقد ايه احنا بنحبهم وهم بيحبوا الفانيلا، وكل يوم بيحصل حاجه خبرات كده في الملعب بتثبت لنا من هو النادي الاهلي. كابتن انا عايز اقول لحضرتك حاجه يعني. هو النادي الاهلي معروف بلعيبته بما يضمه من اللعيبه على مستوى مهاري عالي جدا. انا لما يكون عندي المستوى ده وما طلعوش يبقى في تقصير، ولما طلعه انا كجمهور النادي الاهلي مش هقبل اقل منه. هو انت عندك قاعده كبيره جدا زي ما الكباتن كلهم اتفضلوا قالوا وانتم بتحللوا النهارده، ان انت عندك قاعده كبيره من اللاعبين اللي هي تقدر تعمل لك المستوى اللي انت عايزه. احنا النهارده كلنا بنبص طمعانين جدا. انا بقول لك انا النهارده كسبان 5 ومش مبسوط يعني، كنت بتمنى يوم زي ده يستثمر احسن من كده. يستثمر الى حلو. خمسه حلو. خمسه حلو جدا. النهارده 5 نوفمبر يا كابتن.
انا ناسي الموضوع ده. ناسي الموضوع ده. الف مبروك. الله يخليك يا كابتن. ف اللي بيحصل ده الطبيعي بتاعنا. تقدير واللعيبه والجماهير والدنيا دي كلها الفرحه. ما كانش ده يحصل النهارده يحصل امتى؟ يوم حلو قوي. مزبوط. فلازم يكون مواكب لكل حاجه. مزبوط. نشكر كابتن محمود على اللفته دي وبنقول للعيبه اهو النادي الاهلي اهو قدامكم اهو. مظبوط. تزعلوش من اي حاجه حصلت لان انتوا السبب وانتوا السبب النهارده اللي بتخلوها طبعا جوائز وبتخلوها افراح وبتخليها كل حاجه. لا وهم السبب ان هم بيطمعونا. قفشه ومحمد شريف. لا كل اللعيبه. قفشه ومحمد شريف. لا كل اللعيبه. خليني بس بعمل ستريس على كل اللعيبه. لا لا ما اقصدش كل اللعيبه. انا مدي كل اللعيبه النهارده. لو سالتني مين نجم بروح اقول لك كل اللعيبه. انا بعمل ستريس على قفشه ومحمد شريف. انا عارف انت بتعمل عشان المنتخب. لا دي اللعيبه النهارده بيخلوا لك كيان بيخلوا اللعيبه عندها نفس تلعب. سوليه يعمل الكره بكعبه وثرو باس. في وجود وفي شخصيات بتبقى موجوده في الملعب. الجماهير عايزه اللي كانوا موجودين النهارده دول يدوا كل مره نفس هذا الشكل مع اصغر فرقه لاكبر فرقه. فبنشكر الكابتن محمود على اللفته الكريمه دي وعقبال كل مباراه باذن الله. باذن الله رب العالمين. هنروح مره ثانيه الملعب مباراه لزميلنا فاروق صلاح ولقاء مع الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره بالنادي الاهلي. سيد مباراه كبيره يا كابتن سيد. عشت مباراه الستة واحد والنهارده بتعيش مباراه الخمسة ثلاثة. مباراه كبيره بتحسب لكم كجهاز فني كلاعبين. هي دي المباراه اللي بتتكتب في التاريخ. الحمد لله. طبعا الحمد لله. يعني مباراة كانت قويه جدا من بدايتها. التركيز كان عالي قوي. التحضير كان الحمد لله كويس جدا ليها. ربنا وفقنا في الشوط الاول بشكل كويس قوي. كان ممكن السكور كمان يزيد اكتر من كده لكن هي دي الكوره. الحمد لله ليا الشرف بالتاكيد ان انا كنت لعيب في موقعة 6-1 وليا الشرف ان انا اكون مسؤول في موقعة 6-5-5-3. ده ليا الشرف يعني الحمد لله رب العالمين يعني. لكن في النهايه برضو عايزين نبني عليها نبني على المباراه. يعني هي مش ختام ولا حاجه يعني نبني على اللي جاي. انت في 3 اسابيع بس ما لسه 31 اسبوع ده لسه بدري قوي لكن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله يعني حتى في تناولنا للاخبار والاحداث يعني المدير الفني لنادي الزمالك كان اتكلم كان عايز ينيمنا. يا عم ده احنا شاربين قهوه من السنه اللي فاتت تخلينا نقعد سنتين ثلاثه باللي حصل فينا السنه اللي فاتت ده. فيعني التنويمه دي اعتقد ان هي كانت في صالحنا جدا. خدناها بشكل ايجابي عكسناها مع كارترون. يعني هو الراجل كان عايز يديك حق ان انت تدخل الماتش باسترخاء ولا مبالاه كده شويه لكن جت العكس الحمد لله. ومش هننام لان احنا خسرانين الدوري السنه اللي فاتت. ننام ازاي يعني مع اني ما بنحبش القهوه بس شربناها عشان خاطر كارترون. كابتن سيد تعاملكم مع المباراه دي بالتحديد ومعسكر مغلق قبلها بيومين والدور اللي وجلسه الكابتن الخطيب قبل الدخول في المعسكر ودور الدعم النفسي وال يعني الروح المعنويه للاعبين في الفتره دي. يعني الحمد لله زي ما قلت لك انت بتلعب على حاجات تاريخيه وشخصيه. احنا برضو خلي بالك احنا في البدايه يعني في بدايه الدوري انت 3 اسابيع ان شاء الله الرحمن مع اللي جاي مع الوقت اللي جاي هتاخد انسب تشكيله بانسب مجموعه بانسب تغييرات بانسب طريقه لعب. ده وضع طبيعي يعني الحمد لله. ده مردود حلو قوي في بدايه الموسم. بتلعب مع الاسماعيلي بتجيب 5 اهداف بتلعب مع البنك الاهلي مباراه متكتله دفاعيا بشكل مضغوط بتلعب مع الزمالك بتجيب 5 اهداف. فحاجات لجمهور النادي الاهلي انه يفخر بيها ويتبسط بيها ويرقص بيها ويغني بيها لكن في النهايه عايزين نبني عليها. زي ما قلت لك هي مباراه بس في بدايه المشوار. كنا محضرين لها كويس اتكلمنا مع اللعيبه بشكل كويس هم كمان كانوا حاسين بالمسؤوليه بشكل رائع جدا. يعني حضرتك قبل المباراه قلت لهم قلت للعيبه قبل المباراه. بص انا في الماتشات الكبيره ما بقولش غير حاجتين يعني والله ما بهزر. يعني واحد ان انت ما تقلقش من اي حاجه في اي وقت من اللقاء لازم تبان لزميلك وتظهر لزميلك وتبقى مركز جدا ان انت تسهل له. شخصيه الاهلي والرجوله بتاعه الاهلي والمواقف الكبيره بتاعه الاهلي بتتبني من المواقف الكبيره والماتشات الكبيره. عشان تبقى لعيب كبير في النادي الاهلي لازم هتلعب مباريات كبيره. عشان تبقى لعيب ونجم لازم هتعدي على مواقف صعبه ومباريات كبيره ومباريات صعبه لان هي ديت اللي بتفضل في اذهان الناس. هي دي اللي بتفضل في عقولهم ودماغهم وودانهم وعينيهم ان انت تلعب مباراه كبيره. فلما تجيلك مباراه كبيره دي فرصه ليك ده ما تبقاش مخضوض ولا مرعوب ولا حاجه. اسم الاهلي اسم كبير جدا 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 يعني طبعا بحترم نادي الزمالك وفرقتها. كان ممكن النهارده الدنيا تبقى احسن بكتير كمان من ده لكن الحمد لله كده كده كويس قوي. يعني نقفل الصفحه ونبص على اللي جاي باذن الله. شكرا كابتن سيد. شكرا جزيلا للزميل العزيز فاروق صلاح. كابتن اسامه ايه رايك في كلام الكابتن سيد عبد الحفيظ؟ يعني الكابتن سيد قال ان مباراه النهارده مباراه للتاريخ. هو حضر 6-1 وهو لاعب فالنهارده بيحضرها هو مدير كره فخلاص انت بتكتب تاريخ جديد. فعلشان كده انا يعني ليا الشرف ان انا كنت موجود معاكم النهارده في الاستوديو التحليلي التاريخي برضو ده استوديو تحليلي تاريخي بالنسبه للنادي الاهلي ما بيتكررش كتير.
قرار سنه 37 سنه 1938 سنه 2021، فعلشان كده عايزين نوثق. طب نعمل حاجه بالمناسبه الحلوه دي، يا ريت يعني نوثق اللحظه دي. يا ريت ناخد سيلفي دلوقتي. طبعا امال ايه، ناخد سيلفي يا كابتن علاء. سيلفي يا سلام، اتفضل سيلفي واحد. طب انت كده هتجيبني معاك في السيلفي؟ هجيبك طبعا، هقف كده كابتن. ناخد سيلفي؟ لا خمسه سيلفي. استنى بقى عشان نجيب، استنى عشان نجيب كده شويه كابتن شريف. خمسه سيلفي اهو. الخمسه يا سام ده بس عشان التاريخ ونوثق اللحظه. هذا طبعا يا كابتن. خمسه وخمسه نوفمبر. واحده كمان. يلا خمسه كابتن. خمسه سيلفي. ايوه خمسه سيلفي. طالع لوحدك كده. لا لا ازاي بقى كابتن شريف، خمسه تاني. يلا خمسه سيلفي. خمسه سيلفي كابتن شريف. خمسه سيلفي. لسه زعلان؟ والله يا ايمن ما بتجيش فرص كتير زي الفرص دي. انت لعيب كوره وعارف يعني. طماع انت قوي. انا مش على مسات طماع، يمكن في ايدك. حلو مع حلو خمسه كابتن. عايز اكتر مش عارف. انت مالك يا كابتن شريف؟ حاسس كابتن كسبانين خمسه وعاملين ماتش رائع، وبعدين احنا بمزاجنا. خلي بالك، ما هو بمزاجنا دي اللي هي مضايقاني قوي. دي مزاجنا دي شريف طماع. مزاجنا دي احنا اللي عملناها بايدينا يعني، فاهم ازاي؟ خلي نوع من الشفقه كده. ايوه طبعا يعني عادي جدا. ما تلعبش فرقه كبيره طبعا يعني. انت طبعًا. اللي بتقول ما تلعبش هناك. لا فرقه كبيره انت اللي ها. ايوه طبعا طبعا. طب مش كده ولا كابتن علاء؟ ده حقيقي صح. ما شاء الله عليكم كابتن علاء. كابتن علاء كلها انت بالذات بريء. بص كابتن ايمن من شويه قال حاجه لطيفه جدا. قال لك احتمال نلعب الزمالك في ممكن نلعبه في بطوله افريقيا. صح كمل بقى. نلعبه يعني تاني. احنا ليه هنلعب ايه؟ ليه هتلعبوا انت في بطوله افريقيا؟ عشان احنا نصيف اول. وهو ها ده ملوش حل. ده انا بتكلم عن النادي الاهلي. انا انت اللي قلت لنا انت هتلعب. اللي يخصني النادي الاهلي. انت المحلل الاول. انا اللي يخصني النادي الاهلي. انت قلت لي دلوقتي انا قلت النادي الاهلي ممكن العبه. ايوه لان انا تصنيف اول بس. وهو ايه يا كابتن بلال؟ وهو هنلعبه ان شاء الله يعني لو هو في تصنيف تاني. بس ملوش حل ده. لا ما هو ده واقع يا كابتن. هو ده واقع يا كابتن. انت ما ينفعش تقول هو تصنيف تاني. هو على طول تصنيف تاني. فما ينفعش تقول تصنيف تاني بقى. هو خلاص انت بتلاقي انت كاول بتلعب هو كتاني. ده الوضع ده الوضع الطبيعي القائم يعني. فاهم قصدي؟ ايوه. فده ما يمنعش ان احنا برضو النهارده نفرح ونتبسط طبعا ونبقى مبسوطين جدا. والكلام اللي بيقوله كابتن شريف انا مش بلعه الحقيقه بصراحه. اللي هو ايه مش بلعه؟ انت قلب لي وشك وبتاع من صفحتك. قلب لك وشي. انا حر. وشك كابتن. لا قلب لك وشي. انا حر. انا المفروض النهارده اكسب 6 و7 و8. انا حر. سيبك من المفروض. لا ماكش دعوه انت بيا خالص. انت بتتكلم عن نفسك مش بتلعب بيا. طب احنا ماتش 6 ماكش دعوه بيا. انت بتكسب 7 و8 و9. ده مستر مانويل. ماتش 6 بتكسب 10. لا بلعه مش بلعه. دي بتاعتك انا. انا الناس فاهمه والجمهور فاهم. انا ليه زعلان؟ لا انا مش فاهم. من حقنا نفرح. مش دعوه تفهم بقى. افهم على مهلك كابتن. من حقنا نفرح. طب تعالوا نشوف زميلنا كريم احمد ولقاء مع الكابتن بدر بنون لاعب النادي الاهلي. مستمرين معاك يا كابتن ايمن. فرحه مهمه جدا الحقيقه وفوز اكثر من رائع لفريق النادي الاهلي. بدر بنون المزيان ابن المغرب وابن يمكن النادي الاهلي بقى دلوقتي. مبروك يا بدر. اداء وثقه وهدوء ويمكن في كاريزما كبيره جدا بينكم جمهور النادي الاهلي. كنا بنتمنى ان يبقى عندنا حد بقيمه بدر بنون الحقيقه يعني. بهنيك وبحييك. مباراه مهمه على غريم كبير جدا زي نادي الزمالك. شايف الفوز النهارده ايه بيمثل ايه لبدر بنون؟ هو اولا الفوز ده اولا عاوز اهدي لكل جمهور النادي الاهلي. الحمد لله كنا عاوزين نكسب الماتش ده علشان نرجع الثقه بيننا وبين الجمهور بتاعنا. اول مباراه كانت كويسه قدام الاسماعيلي بس ثاني مباراه الصراحه ما كانش الاداء كويس. بس اليوم الحمد لله استطعنا اننا نحسن في ادائنا ونطور منه وكسبنا بنتيجه كبيره وبالاداء برضه. الجمهور وحضوره وتشجيعه يمكن انا عارف حضرت يمكن انت في الرجاء وجمهور الرجاء الحقيقه جمهور كبير جدا. لكن النادي الاهلي جمهور مختلف. لو يسمح الاستاد ان في عدم جمهور النادي الاهلي الامر كان يكون مختلف كبير جدا. هو بص يا حبيبي الجماليه بتاع كره القدم هي اصلا الجمهور. مباراة كبيرة زي مباراة بتاع اليوم لازم يكون فيها جمهور. انت شايف اليوم الجمهور خلى اللاعبة كلها بتديها أكثر ما عندها علشان تبقى راضية الجمهور بتاعها. الحمد لله لولا الجمهور النادي الأهلي لما كانش النادي الأهلي. ده حقيقة في كل الفرع الجمهور بيلعب دور كبير. الحمد لله أننا اليوم استطعنا أننا نفرحهم ونتمنى إن شاء الله أننا نخلص السنة دي
كلها افراح معاهم ان شاء الله. نقدر نقول سر تالق بدر بنون في تركيزه وتدريباته القويه، تركيزه الكبير، اصراره وعزيمته، نقدر نقول كده بدر؟ الحمد لله، اي واحد بيشتغل وبيجي على نفسه ربنا بيكافئه. الحمد لله اليوم مش بدر بنون لوحده اللي عمل الفارق، بس اللعيبه كلها كماتش الفريق كان معسكر كويس بالنسبه لنا، كل الناس كانت بتتكلم على ماتش القمه. برضو عاوز اقول هارد لك نادي الزمالك، اليوم نجح مباراه قمه وكانت مباراه كبيره. برضو اقول شكرا لكل الناس اللي جهزوا الاحتفاليه دي والملعب بالشكل ده. الصراحه الناس تعبت علشان تشوف حاجه كويسه من كره القدم. اليوم الحمد لله خليناهم مبسوطين وشافوا مباراه كبيره بالناديين الكبار لتشرف الكره المصريه عموما. مباراه وانتهت، القادم ان شاء الله بالنسبه لك هيكون افضل، التركيز المرحله الجايه شايفها ازاي؟ ايوه طبعا، خلاص احنا بالنسبه لنا دي مباراه كسبناها وخلاص ثلاث نقط، لسه الموسم طويل، لسه عندنا بطولات كبيره لازم ندافع عليها. الحمد لله اليوم خرجنا من الماتش ده باحسن حاجه كنا عاوزينها، هي ثلاث نقط. دلوقتي حنروح المنتخب وكده، كل اللاعبات تروح المنتخب، وبعدين لما نتجمع ثاني ان شاء الله هنشتغل علشان زي ما قلت لك في الاول نخلي جمهور النادي الاهلي مبسوط طول السنه ان شاء الله. جيبوها ده الهداف ده المخيف اصلا حبيبي يا اشرف. اكيد الفرحه كبيره يا كابتن ايمن، وبنشكر اكيد كل نجومنا الحقيقه، لعيبه النادي الاهلي، المدير الفني بيتسو موسيماني، الجهاز الفني بالكامل، جمهور النادي الاهلي الحقيقه اللي كل مره اكد عليه، المفعول كان كبير جدا وسحر النهارده كابتن ايمن في الملعب، تشجيع من اول دقيقه والتشجيع اللي اللعيبه بتحبه، التشجيع اللي بيرفع اللعيب، الماتش نايم اللعيبه الجمهور بيرفع، الماتش رافع الجمهور بيرفع اكتر، يا رب ان شاء الله نشوف الفرحه الكبيره دي على جمهور النادي الاهلي ويقدر النادي الاهلي ويستمر في حظ سلسله البطولات، عندنا بطولات كبيره كابتن ايمن، الدوري خلاص هيقف لكن ان شاء الله القادم يكون افضل للنادي الاهلي. يمكن دي كانت اجواءنا وكواليسنا هنا في استاد القاهره عقب فوز النادي الاهلي بنتيجه كبيره على فريق نادي الزمالك، لكن في هذه اللحظات عوده ليك والكابتن ايمن شوقي. فترة الإيقاف دي تضر بالنادي الأهلي؟ لا ليه؟ بالعكس، بعد المستوى اللي قدمه النهارده. احنا كنا بنتكلم من قبل الاستوديو، بقول لك في فترة النهارده بعد المباراة، فترة مهمة جدا انك انت تخش الفترة دي وانت مكسب وشكل كويس وأداء كويس، أعتقد لا طبعا يعني. بالعكس الفترة دي قديها وانت مبسوط وانت فرحان، حتى اللعيبة البعيدة تقدر ترجعها تاني. بص يا أمير، المكسب والفرحة حلوة، كل واحد بيشتغل وهو مبسوط وفرحان، غير مثلا على الجانب الآخر تلاقي الفتره اللي جايه بالنسبه لهم مشاكل. لا، ما فتره التوقف دي توقف شويه، بتهدي الامور، تهدي الامور شوية. لكن عكس لما كنت كسبان، لما تكون كسبان وفرحه ومكسب حلو كده وكبير، لا انت بتقضي فتره التوقف دي تبقى فتره كويسه مش ممله، بالعكس انت كله عايز يتمرن وكله عايز يبقى كويس، ومستر موسيماني عنده فتره كويسه يجهز الناس اللي هي بعيده شويه، فكل حاجه انت هتعملها مقبوله انك انت داخل فتره التوقف دي وانت كسبان الزمالك ونتيجه كبيره جدا، فاعتقد ان كانت مهم ان فتره التوقف تيجي وانت حالتك كويسه بالظبط، حالتك البدنيه النهارده بدنيا كويس جدا، ذهنيا كويس جدا، عامل اداء حلو جدا، اداء راقي جدا، مقنع جدا، مكسب كبير قوي النهارده، اليوم كله ايجابيات. أيوة. فتاخد اجازه كويسه تبدا تروح تتمرن. لا الموضوع مختلف تماما طبعا. لا الموضوع مختلف تماما فعلا، بس انا قصدي ان انت المكسب النهارده لو كانت مباريات الدوري شغاله يديك دفعه معنويه جامده جدا الفتره اللي جايه، تستثمر المكسب ده بصوره ايجابيه في ماتشات الدوري. انت اوريدي عندك، انت الدوافع عندك موجوده، انت مش محتاج ماتش، مش محتاج ماتش عشان يديك دوافع، انت على طول الدوافع موجوده عندك، انت مطالب ببطوله، بطوله مش ماتش وماتش ورايح ماتشين، لا ماتش عايز تكسب على طول، انت الدوافع عندك موجوده، لكن انا بقول لك الفتره كويسه، فتره انك عامل مباراه كويسه وكسبان مكسب كويس قوي، وبادي بدايه حلوه جدا في الدوري، ثلاث مباريات بتسع نقاط. بدايات كويسه جدا، لكن انت مش محتاج معنويات عشان ترجع النهارده، اللي معنويات بس في اللعيبه البعيده اللي هي عايزه بقى ترجع. دي صاحب عايزه معنويات عاليه قوي وعايز كله يرجع تاني لمستواه. بس اللعيبه بتحس يعني، بدر بنون من ضمن كلامه قال لك يعني مكسب النهارده كنا احنا عايزين نرجع الثقه بيننا وبين الجماهير مره ثانيه، لان بعد كل مباراه ايمن هو بيوصل له النهارده كان ايه؟ يعني بعد مباراه اسماعيلي وصل ان هم كانوا كله كان كويس والناس مبسوطه من ماتش اسماعيلي، بعد البنك الاهلي لا الناس مش مبسوطه من الاداء. بالظبط، بيوصل الاحساس بيوصل للاعب، عشان كده بقول لك النهارده كان مهم. النهارده بقى انت عملت المعادله اللي انت بتتمناها على طول، مكسب عالي جدا واداء مقنع للغايه. انت كلاعب نادي الاهلي بتحس في الملعب ان انت مقصر او مش مقصر؟ طبعا في الملعب، وبعد ما بتخرج طبعا، بعد ما بتخرج كمان بتحس ان انت يعني لا، حتى لو مفيش جمهور، حتى مفيش جمهور خالص، احنا وحشين
ايوه احنا ما كانش ينفع ينفع كده النهارده، يبقى احنا نستنى المباراه القادمه عشان نغير الشكل. احنا ده مش شكلنا، مش النادي الاهلي مش مباراه ومباراه بالظبط. يعني النادي الاهلي بدل الاسماعيلي سطر وسطر خالص، بغض النظر على الاسماعيلي واللي هو فيه. بعدين البنك الاهلي المستوى مش حلو، كسبت الحمد لله، لكن انت بتدور على مكسب وتدور على اداء. هي دي المعادله اللي دايما لعيبه النادي الاهلي واي مدير فني بيبقى موجود فيها، المعادله لازم يحققها. أيوة. النهارده مكسب عالي جدا مع فريق نادي الزمالك، فريق كبير جدا طبعا ومقنع بقى، مش مكسب مسروق، لا ده مكسب عن اقناع واداء وشكل وكل حاجه حلوه النهارده في كره القدم اتعملت في المباراه النهارده. فعشان كده بقول لك الاجازه او فتره التوقف دي فتره 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 كويسه بالنسبه لعيبه النادي الاهلي، كل واحد يقدر يرجع مستواه تاني ان شاء الله. صحيح. طيب تعالوا نروح مره تانية للملعب المباراه وزميلنا فاروق صلاح ولقاء مع الكابتن ياسر ابراهيم لاعب النادي الاهلي. انا برحب بيك، برحب بيك على شاشه قناه النادي الاهلي، ومباراه كبيره، مباراه بتتكتب في تاريخكم كلاعبين. سمعت عن مباراه 6-1، لكن النهارده انت بتعيش كواحد من افراد النادي الاهلي وابناء النادي الاهلي، وطبعا مباراه كبيره ايضا من حمدي فتحي. استنيه يخلص بقى ويكون موجود معنا في اللقاء. ياسر، مباراه كبيره. الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا بشكر اللعيبه الرجاله على الاداء اللي عملوه النهارده، اداء رجولي، ما كانش في حد بيبخل بجهد ولا بنقطه عرق الحمد لله النهارده. وقبل الماتش كلنا متكلمين يا جماعه، دايما يعني من قبل ما الدوري ما بيبتدي يا جماعه، اللي بيلعب بيلعب، اللي بيقعد بيقعد، كلنا واحد وكله بيجي عليه الدور وبيلعب يعني، فاحنا كلنا تيم واحد، وفي الاول وفي الاخر المكسب بيعم على الفرقه كلها. فالحمد لله على المكسب النهارده، ودول برده ثلاثه بونت مهمين في مشوار البطوله، خلتنا نحتل دلوقتي المركز الاول، ان شاء الله نقدر نحافظ على الصداره ان شاء الله. عايز تهدي الفوز النهارده لمين؟ وانتوا يعني تغير طريقه اللعب من 4-2-3-1 ل 3-4-3، وبتقدروا تتاقلموا، ودي شخصيه لعيبه النادي الاهلي، تتاقلم مع اي طريقه في الملعب. انا طبعا بهدي الفوز لجمهور النادي الاهلي والاهلي طبعا، فدول صحاب الفضل عليا ومراتي واولادي. فطبعا لسه طبعا طريقه اللعب ديت احنا اتمرنا عليها بدل المره 3-4 مرات. بعد اذنك يا حمدي، بس عايزينك كده، طريقه اللعب ديت متمرنين عليها كذا مره، بنلعب احنا دلوقتي عندنا طريقتين لعب، بنلعب ب 3-4-3 وبنلعب ب 4-4-2. عايز تقول ايه نجم من نجوم النادي الاهلي في المباراه الاخيره؟ يعني يا كابتن ايمن، انا عايز اقدمه بشكل خاص، هو مقل دايما في الظهور معانا على التلفزيون او في اي وسيله اعلاميه، واحد من نجوم النادي الاهلي حمدي فتحي. في البدايه تقول ايه لحمدي فتحي النهارده؟ ده الوحش بتاعنا، ده القلب النابض زي ما بيقولوها. حمدي فتحي من اللعيبه الرجاله قوي، في اي وقت بتحتاجه مساك يلعب، ديفندر بيلعب، بسم الله ما شاء الله عليه، ربنا مش عايزين نحسده يعني، ربنا يا رب يحميه ويديله الصحه كده ويفضل زي ما هو على المستوى ده، ومن تقدم ان شاء الله لتقدم ان شاء الله. كابتن حمدي، حاله حب من جماهير النادي الاهلي وثقه في حمدي فتحي، انت مقل دايما في الظهور سواء في يعني في وسائل الاعلام المقروءه او المسموعه، جماهير النادي الاهلي بتثق في حمدي فتحي. حمدي فتحي في اي وقت مهما يغيب بيرجع الملعب باي طريقه، باي طريقه، واحد من اللعيبه اللي ما فيش غنى عنه النهارده في ارض الملعب. والله بص، هقول مبروك لجمهور النادي الاهلي الفوز الكبير النهارده على نادي الزمالك، فوز مهم طبعا، وانا طبعا انا بشكرهم على طول في ظهري، يعني بيدعموني بشكل كبير، وبتمنى ان شاء الله ان احنا نرجع الدوري تاني لبيته النادي الاهلي، وزي السنتين اللي فاتوا ان شاء الله البطولات كلها تكون موجوده في النادي الاهلي. وهي في الاول وفي الاخر هي مباراه برده بثلاث نقاط، وعندنا لسه الدوري طويل، فاحنا لازم برضو نركز عشان احنا يعني هربت مننا شويه السنه اللي فاتت، عشان انت عارف يعني احنا كنا مقصرين شويه في الاخر، او كنا برضو ايه يعني كنا تعبانين شويه، بس في الاول وفي الاخر كنا مقصرين يعني. فاحنا السنه دي مركزين من اول ماتش وبدايه موسم، وان شاء الله باذن الله يعني الدوري يرجع بيته تاني، ونركز ان شاء الله اكتر في افريقيا وناخد الثالثه باذن الله على التوالي باذن الله. انك تلعب بطريقه 3-4-3 محتاج نوعيه حمدي فتحي، شايف يعني تاقلمك مع الطريقه دي ازاي؟ وحمدي فتحي بيبقى بالنسبه لمستر بيتسو موسيماني او اي مدير فني في الامر ده هو رقم واحد. بص، انت تعرف النادي الاهلي، النادي الاهلي لو احتاجك في اي مركز لازم تبقى موجود ولازم تبقى مركز لو بتلعب فين يعني. بس فبشكر الكوتش طبعا، والجهاز الفني هو اللي يعني كان دعم ليا الفتره اللي فاتت ان احنا نلعب بالطريقه ديت، وعلى طول بيتكلم معايا وبيتكلم معانا كلنا، ونحسن ان شاء الله يعني، نحسن الفتره اللي جايه وربنا يكرمنا يعني باذن الله. حمدي فتحي، ازاي شايف حب جماهير النادي الاهلي لحمدي فتحي؟
والله العظيم انا يعني انا اقول لك ان انا بحبهم جدا وبشكرهم طبعا على ده من اول يوم دخلت في النادي ولما اتصبت وعلى طول بيدعموني وانا بحبهم جدا. وانت عارف ان انا مش ما بعبرش ده يعني كتير ان انا ما بيظهرش ولا لا انا ما انا انا ما بحبش اظهر كتير ومركز ان شاء الله في النادي الاهلي في الملعب وربنا يكرمنا ان شاء الله الفتره اللي جايه. النهارده حمدي فتحي عايز تهدي الفوز لمين؟ واكيد شريكه حياتك يعني وتالق كبير جدا بعد الزواج بنبارك لك طبعا ويعني استمرار التالق باذن الله يا كابتن حمدي. ان شاء الله بشكرها طبعا وبهدلها الفوز ده النهارده هي وامي وابويا واهلي كلهم يعني هي اكتر واحده برضو الفتره اللي فاتت كانت دعم ليا عشان انت عارف ان انا يعني فتره كده ان انا مستوى نزل شويه فالحمد لله ان انا رجعت لمستواي وان شاء الله باذن الله الفتره اللي جايه اكون احسن يعني باذن الله. عايز اروح لايمن اشرف عايز تقول لي ايمن اشرف ايه؟ والله اقول له ركز شويه عشان انت ايه تعبتني في الملعب. لا والله من اكتر اللعيبه الرجاله في النادي الاهلي وانا يعني انا بحب ايمن لما بشوفه جنبي وبشوف روحه في الملعب لا بتديني دافع كبير ان انا لا لازم ابقى بص مش 100% زي ايمن لا لازم ابقى 200% وربنا يكرمنا. بيقول لك اضغط كتير. لا هو بنتكلم بس في الكوره صراحه. ماتش 6-1 فاكره وعشته وكان عندك كام سنه ساعتها؟ لا كنت صغير جدا لسه يعني كنت صغير جدا بس انا انت عارف ان انا كنت اهلاوي فكنت فرحان جدا والحمد لله على المكسب النهارده. شكرا جزيلا زميلي العزيز فاروق صلاح. كابتن بلال كلمنا عن ديانج كلمنا عن سوليه عايزين نتكلم عن دور حمدي فتحي الرائع في طريقه 4-3-3. ما هو ساعه الا ربع بيقولوا يا كابتن. معلش احنا ما اتكلمناش على حمدي يعني احنا ادينا ديانج حقه ادينا سوليه حقه عايزين برضو ندي الجندي المجهول ده حمدي فتحي حقه. لا حمدي فتحي رائع والماتش اللي فات كمان عمل ماتش رائع جدا 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 بقى له فتره كويس. اه طبعا يعني ماشي بشكل كويس وحتى هو كمان هو بيقول انا جات لي فتره كان مستواي قليل وابتديت استعيد جزء كبير جدا من مستواي ودي ميزه اللعيب الكويس اللي عايز يطور نفسه يبقى معترف في وقت من الاوقات ان انا في الفتره دي او الفتره اللي فاتت قليت شويه والفتره اللي انا موجود فيها دي ابتدى مستواي يزيد. حمدي النهارده هو اللي بينجح لك الطريقه دي. لو تفتكر في ماتش الترجي هناك ودي كانت البدايه بتاعه 3-4-3 يعني دي البدايه وكان حمدي فتحي كان اول مره يلعب في الحته دي واجاد بشكل غير طبيعي وكان سبب رئيسي في ان احنا نطلع بالشكل ده وبالمكسب ده. صح. ده رائع جدا لان هو بيفيدك في حاجتين مهمين جدا. اولا بيعمل تغطيات جيده جدا على اثنين السنتر باكس تمام فبيديهم طمانينه شويه. ثاني حاجه لعيب بيبني هجمه مزبوط. بيبني هجمه وبيساعدك في بناء الهجمات وكمان بيزيد شويه قدام الاثنين قدام يعني تحت الاثنين ديانج وعمرو السوليه فبيديهم يعني افضليه ان هم يكونوا يلعبوا في الحته اللي قدام مزبوط. فبيزودك كمان في الحته الهجوميه وده الدور الرئيسي والدور المهم اللي بيقوم فيه فتحي خاصه في الماتشات الكبيره. ممكن في الماتشات الصغيره ما يبقاش الدور ده مهم لان انت في الماتشات الصغيره بتبقى محتاج زياده عدديه فمش عايز تلعب بثلاثه ميد فيلدرز فعايز تلعب باربعه 2-3-1 الطريقه التقليديه عشان يبقى عندك زياده عدديه في الناحيه الهجوميه. انما في الماتشات الكبيره اللي بتبقى محتاج فيها تشتغل انت كمدير فني بفكر مختلف لا هو بيقدر يعمل الحته دي هو بيدي اتزان دفاعي للخط اللي ورا. اه طبعا طبعا يعني انت النهارده ما شفناش واحد على واحد الا لو حمدي فتحي هو اللي بيعمل التغطيه سواء كان من ناحيه اليمين او من ناحيه الشمال. بيروح بنون مش قلقان تمام بيروح ايمن اشرف مش قلقان ليه لان في ظهره حمدي فتحي بيغطيه فدي حته ادتك النهارده طمانينه وادتك زياده عدديه في الحته الدفاعيه. ده الدور اللي بيعمله حمدي فتحي في النواحي الدفاعيه. النواحي الهجوميه زي ما قلت يا كابتن ايمن ان هو طبعا بيزودك كتير قوي بيبني الهجمه بشكل جيد جدا. لعيب بيباصي كويس بيتحرك كويس متحرر كمان يعني انت ما بتلاقوش على خط واحد دايما مع ايمن اشرف ومع بدر بنون. لا بيزيد هو قدام شويه بياخد الخمسه سته متر اللي قدام بيتحرك عرض كتير جدا بيتحرك طولي فبالتالي يعني هو لعيب جيد جدا يعني ومواصفاته جيده وفي المركز ده يعني بيأدي بشكل رائع جدا 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 افضل من انك يكون عندك الليبرو التقليدي القديم اللي كنا بنعتمد عليه زمان في طريقه 3-4-3 او 3-5 او 3-5-2. صحيح هنخش في حيره احنا لما نيجي نقول نجم المباراه. نجم لا خلينا في الاخر بس هنخش في حيره لان النجوم كتير النهارده. انت عندك اثنين مسجلين جولين وواحد عامل لك واحده من بتوع توتي وبركامب والناس الحلوه النظيفه دي مارادونا على حته بتاعت مارادونا كده قصدي طبعا يعني وعندك يعني
النهارده الفرقه فايقه. صحيح. انا كنت هديها لموسيماني النهارده بس يعني لولا بس ان هو يعني عارف اشفق شويه على نادي الزمالك شويه على نادي الزمالك الشوط الثاني ف كنت هديه نجم الماتش بصراحه النهارده أنا بس يعني لا كده الماتش الجاي ان شاء الله كده تنزل المره دي. طيب تعال اوديها لمحمود علي. حلوه 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 جول جميل جول جميل. ما حدش كان يتوقع ابدا اللي عمله السوليه ده. خلي بالك السوليه عملها قبل كده في الدوري بس ما كانتش ما جاتش منها جول. عملها في بروس بس عملها عرضيه في يعني في مباراه كانت في كاس او في دوري بيعملها النهارده زي ما كابتن شريف قال تتعمل بالشكل ده بالحلاوه دي كان في داخل فيها عنصر مفاجاه ما حدش كان يتوقع. في مباراه زي دي في الوقت ده وكمان محمد شريف يسجل ده حلاوه الجون اللي هيفضل طول العمر موجود في مباراه الاهلي وزمالك. صحيح. طيب تعالوا نروح لزميلتنا سالة حامد من النادي الاهلي بالجزيره لرصد فرحه اعضاء النادي بعد الفوز على نادي الزمالك. اتفضلي يا سالة. مبروك طبعا النهارده يعني فوز كبير جدا بالنسبه طبعا للاعيبه النادي الاهلي والجهاز الفني. تحبي تقولي لهم ايه ورايك ايه طبعا في الاداء النهارده؟ صراحه الماتش كان حلو جدا وكلنا اتبسطنا وكنا طبعا متوقعين 6-1 والكلام ده بس الحمد لله النتيجه كانت حلوه جدا. طيب ايه رايك طبعا النهارده في الاداء وايه اكتر جون عجبك؟ الجون اللي هو السوليه اداله الكره فيه ده بالنسبه لي احلى جون. جون محمد شريف. بالظبط. بتقولي طب لمستر بيتسو موسيماني وطبعا الجهاز الفني؟ ما اقولش حاجه بس هو مبروك بصراحه الاداء كان حلو قوي كل الاجوان كانت حلوه بصراحه. رايك ايه في الاداء طبعا النهارده وتحب بتحب تقول ايه للاعيبه النادي الاهلي؟ والله بقول لهم رجاله والف مبروك ونتمنى ان انتم تكونوا احسن واكتر من كده وعايزين نشوف ان شاء الله الدوري وافريقيا. واول حاجه يعني احب اقول للكابتن محمود الخطيب الف سلامه وترجع لنا بالسلامه وان شاء الله بدايه جديده ما ان شاء الله باذن الله وربنا يوفق الجميع يا رب. النادي الاهلي بدا الموسم السنه دي طبعا يعني باداء قوي بنتائج ايجابيه بدايه من مباراه الاسماعيلي مباراه طبعا البنك الاهلي والنهارده برده بنشوف يعني اداء كبير جدا من لعيبه النادي الاهلي. والله الاهلي من البدايه مع الاسماعيلي كان 4 وبعد كده البنك والحاجات دي معلش في ظروف بتبقى اللعيبه تعبانه بتغير المدرب عايز يلعب عنده لعيبه كتيره وعايز يلعب ده ولا يلعب ده فهو عايز يراضي اللعيبه كلها. وهو بصراحه مدرب كويس بس في حاجات بتعدي يعني مش كلها هيبقى كويس على طول. شفت الماتش النهارده رايك ايه في الاداء طبعا وتحب تقول ايه لعيبه النادي الاهلي؟ طبعا مبروك للنادي الاهلي والف الف مبروك برده كان الزمالك الاهلي عدى مباراه جميله وبالذات الجون بتاع اليو ديانج كان برده جون جميل. ايه اكتر جون عجبك بتاع اليو ديانج؟ اليو ديانج. وفي جون تاني عجبك ولا لا؟ جون شريف. جون شريف؟ شفت الماتش؟ رايك ايه في الاداء وطبعا في النتيجه؟ هو الف مبروك للنادي الاهلي والجماهير واللعيبه وهو الجون اللي عجبني اللي هو الاسيست بتاع عمرو السوليه والجون بتاع محمد شريف والجون بتاع اليو ديانج. طبعا مليون مبروك النهارده طبعا فوز كبير للاعيبه النادي الاهلي والجهاز الفني بنتيجه 5-3 طبعا على نادي الزمالك. رايك ايه في الاداء النهارده وتحب تقول ايه لعيبه النادي الاهلي او شايف المباراه ازاي؟ مبروك للنادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي والمجلس الاداره وطبعا نتيجه جميله جدا ونتيجه كبيره على الفريق كبير زي نادي الزمالك ونتمنى الاستمرار بقى في الاداء وفي النتائج علشان ان شاء الله الدوري السنه دي يبقى بتاعنا غير السنه اللي فاتت وبرده السنه اللي فاتت كنا نستحق برده الدوري بس حصلت شويه حاجات كده مشاكل كده وفي حاجات خارجه عن ارادتنا برده حصلت عن اراده الفريق والجهاز الفني بس الحمد لله نتيجه كبيره والف الف مبروك لجماهير النادي الاهلي والاهلي يستحق احسن من كده وافضل من كده ومبروك لمجلس الاداره وان شاء الله يعني من الاحسن لاحسن يعني ان شاء الله باذن الله. طبعا يمكن معظم جماهير النادي الاهلي كانت متوقعه النتيجه تبقى 3-0 2-0 1-0 لكن جماهير ما كانتش يعني متوقعه طبعا النتيجه الكبيره دي والاداء القوي ده من لعيبه النادي الاهلي. والله هو في الاول طبعا نبارك لمجلس الاداره ونبارك للعيبه ونبارك للجماهير. نتيجه كبيره ما فيش شك 5-3 على فريق برضو يعتبر الخصم الغريم المعتاد للنادي الاهلي فنتيجه كانت كبيره. يمكن في الاخر الفجوه بس ما بين الاهداف ضاقت شويه بس ستيل يعني ان جبنا برده 5 اهداف في الزمالك وكانوا بيطاردونا طول الماتش نتيجه كويسه جدا. طبعا الجماهير هتبقى محتاجه طبعا انها تفرح اكتر بالاهداف او بفرق الاهداف لكن في الاخر اللي يهمنا 3 نقط اللي يهمنا تصدر الدوري اللي يهمنا ان الماتش خرج يعني
هنقول بطريقه برضو كويسه، التنظيم كان كويس برضو، متهيألي يعني جماهير الزمالك برضو مش خارجه زعلانه قوي برضو من المباراه، بس يعني هي الكوره دايما كده غالب ومغلوب، فبنبارك برضو للاعضاء، بنبارك للجماهير وللمجلس الاداره. اداء قوي طبعا واداء متميز من لاعبي النادي الاهلي، وكمان النتيجه يعني طبعا كبيره جدا بالنسبه لجميع جماهير النادي الاهلي، ولكن كان احلى ما في المباراه كمان عوده الجماهير. طبعا عوده الجماهير كانت مهمه جدا، وكانت نقطه فارقه برضو بالنسبه للفرقتين. طبعا فرق الاهداف اللي جه في الاول عمل شويه احباط برضو لجماهير الزمالك، انعكس على اداء الفريق. من الناحيه الثانيه طبعا الاهداف اللي جت مبكره في الماتش في اول 30 دقيقه برضه هي اللي ادت دافع للجماهير انها تعلى، والاداء بتاع الفرقه برضه ابتدى يعلى. فلا مبروك عوده الجماهير، ونتمنى الجماهير ترجع تاني المدرجات. مليون مبروك. شكرا يا فندم. مبروك. انجازات طبعا يا كابتن ايمن، كان لقائنا مع بعض جماهير او اعضاء النادي الاهلي من داخل مقر النادي الاهلي بالجزيره، وطبعا رايهم في المباراه النهارده وفي النتيجه الكبيره طبعا حققها جميع لاعبي النادي الاهلي بنتيجه 5-3 على نادي الزمالك. والان العوده مره اخرى للاستوديو، طبعا الكلمه ليك يا كابتن ايمن، تفضل. احنا ملوك اللعبة، احنا بنعليها، احنا بدعنا الصنع، انتم جايين بعدينا، احنا نهد جبال، اسأل يا ابني علينا. الاهلي سيد القارة واتقال واحد فيها، بطولينين بطولة شمال، كله عالسكة وشغال، بالضربة القاضية هتتشال. الاهلي معلم اجال، مفيش تعب بيأثر فينا، احنا تاريخنا بيحكي علينا، الجماهير ملايين حوالينا بتشجعنا وبتقوينا. كابتن أسامة، فرحة الأعضاء برضو بالمكسب على الزمالك حلوة طبعا، يعني في حاجات كده بتبقى معلمة، وخصوصا لما النتيجة بتكون كبيرة قوي. طب معناه الزمالك 6 معلمة، 5 معلمة، يعني ايه بتضحك على ايه؟ دي اغنية دي يا كابتن. انا 6 معلمة دي اغنية دي احنا ماشيين كويس يا بلبل. انا بقول انت معلمة خلاص ماشي خلاص يا عم ماشي يا جد. طيب انت اللي بتجر شكل يعني، اتكلم بجد بقى شويه. اتكلم جد. معنى نجاح فريق 4-3-3 او بتنفيذها في ملعب 3-4-3 ماتش الاسماعيلي وماتش الزمالك النهارده، ان مستر موسيماني هيغير طريقه لعب النادي الاهلي الاساسيه من 4-2-3-1 ل 4-3-3. قبل ما نتكلم في طريقه اللعب، خلينا الاول نشيد بموسيماني. كويس، لازم تحيي، انا عايز اديله حقه طبعا، ده النهارده في مباراه تاريخيه لازم ياخد حقه مستر موسيماني. طبعا اولا مش النهارده، عشان مباراه النهارده للناس اللي شككت في قدرات موسيماني وقعدت تطلع كلام علشان يعني موسيماني، لكن لما بترجع النهارده لسنه قضاها موسيماني في النادي الاهلي، وجه مدرب حقق لك 2 بطوله افريقيا في سنه واحده، مدرب حقق لك ثالث كاس العالم للانديه، حقق السوبر الافريقي، حقق بطوله الدوري، حقق بطوله كاس مصر، يعتبر حقق جميع البطولات. مظبوط. الاهم من كده برضو، شوف موسيماني مع المباريات الكبيره شخصيه النادي الاهلي واداء موسيماني. لا احد يختلف على موسيماني في المباريات الكبيره. النهارده لما تكسب الترجي في الترجي، لما تكسب الوداد في الوداد، لما بتكسب الزمالك في نهاية افريقيا بالقضيه ممكن هدف قفشه، النهارده موسيماني 4 مباريات مع النادي الاهلي ضد الزمالك، مع النادي الاهلي لم يخسر مستر موسيماني في اي مباراه. مزبوط. فاز في 3 مباريات وتعادل في مباراه، نهاية افريقيا السنه اللي فات، حتى في الدوري فاز في المباراه الاولى وتعادل في المباراه الثانيه، والنهارده بيفوز بخماسيه. اذا النهارده لا اختلاف على موسيماني ان هو مدرب كبير جدا، مدرب خلاص اسمه كتب في تاريخ النادي الاهلي. مزبوط. بالنتائج وبالبطولات. النهارده موسيماني لما بنشوف طريقه اللعب اللي احنا في النادي الاهلي بقالنا كذا سنه اعتدنا عليها 4-2-3-1، بدا يدخل طريقه جديده للنادي الاهلي. مزبوط. بوظائف جديده للاعبين، ويقدر يستغل كتيبه النجوم اللي عنده 3-4-3. بيظن البعض ان 3-4-3 لا، ده طريقه دفاعيه ممكن تمكن الخصم من السيطره على الكره او الاهداف، لكن هي في مجملها او في توظيف اللاعبين هي طريقه هجوميه. مظبوط. النهارده يبقى عندك الثلاثه تحت، وشفناها النهارده حمدي فتحي وبدر بنون وايمن اشرف بيدوا حريه للظاهرين علي معلول واكرم توفيق، النهارده كانوا طايرين كانك بتهاجم بخمسه. لما نشوف اكرم وعلي معلول
والثلاثي الامامي قفشة وبيرسي تاو ومحمد شريف، انت عندك النهارده 5 زائد اللي بيزود معاهم عامل الثلاثي 6. صح. لا واقف مع حضرتك في الحته ديت بقى، ان احنا في بعض الاحيان بنتخوف من ان علي ساعات بيغالي في النواحي الهجوميه، ولكن النهارده لا، علي لعب باتزان دفاعي هجومي هايل، كان نجم من نجوم المباراه. علي معلول النهارده من احلى المباريات اللي لعبها في تاريخه مع النادي الاهلي. صحيح. النهارده كان عالي جدا، تفوق على نفسه، عالي جدا هجوميا، التمركزات كلها اللي كان بياخدها في ظهر المسلوسي، وايضا كمان في النواحي الدفاعيه. من المباريات القليله جدا اللي شفت علي معلول النهارده ملتزم في الناحيه الدفاعيه. النهارده المسلوسي ما عداش منه في اي كوره. مظبوط. يعتبر يعني مواجهه تونسيه النهارده. يمكن انا سالت حضرتك قبل الاستوديو، قبل المباراه في بدايه الاستوديو، على المواجهه النهارده بين علي والمسلودي، ولكن النهارده اثبت علي معلول كفاءه وتفوق غير عادي على المسلودي. النهارده هنقول مواجهه تونسيه خالص طبعا. النهارده انت بتلعب ابن بلدك، انت حافظه وعارفه. لكن علي معلول كان ليه الافضليه، ليه التفوق. النهارده صنع ركله جزاء بمهاره عاليه جدا لما قطع في ظهر المسلوسي. كل الكرات النهارده واحد ضد واحد كان ليه الافضليه. بقول لك النهارده من احلى المباريات اللي عملها علي معلول في تاريخه. سجل النهارده هدفين، ويحسب له خلي بالك ضربه الجزاء الثانيه في الاعاده، يمكن احنا قلنا ايه، لا يتغير، يعني لازم حد ثاني يلعب الكره دي بدل علي معلول. النهارده هدوء الاعصاب، ولكن بالظبط هدوء الاعصاب، لعيب عنده شخصيه. النهارده لما بنتكلم على باك عصري، النهارده ما تحسش ان هو لا باك، لا في لعيب بيلعب عنده وظائف دفاعيه اكتر، لكن النهارده ظهير عصري في النواحي الهجوميه موجود، في النواحي الدفاعيه النهارده كان ليه الافضليه في كل الكرات المشتركه. حتى زي ما بقول لك تاني يا كابتن ايمن، علشان ما انساش حته موسيماني، موسيماني لازم نشيد بيه النهارده في الفتره السابقه كمان، في كل واحد شكك في قدرات موسيماني. موسيماني في المباريات الكبيره دايما بيظهر ان هو مدرب كبير. النهارده طريقه 3 4 3 اللي اضافها النادي الاهلي بتدي له الافضليه. خلي بالك طريقه 3 4 3 وانت بتلعب بيها امام الاسماعيلي وبتلعب بيها امام الزمالك، اكيد مش هتلعب بيها طول مشوارك في الدوري. هتلعب في مباراه، بعض المباريات تلعب 4 2 3 1. هو بيقدر يغير وعنده الادوات اللي يقدر يستغلها خلال مشوار الدوري. شاف ركله الجزاء النهارده فيها الهدوء، فيها الثقه، فيها المهاره، فيها لعيب عنده شخصيه. النهارده لما دخل شوف كم الاهداف اللي احرزها علي معلول، والنهارده بيلعب باك ليفت، فالنهارده ده برده يحسب لعلي معلول. الحاجه الثانيه برده التغطيات العكسيه، في كرات النهارده كانت تعمل عرضيات من الناحيه الثانيه من عند احمد فتوح. فتوح الباك ليفت كان دايما بيكون موجود في المنطقه الصح علشان النهارده يمنع احمد سيد زيزو. احمد سيد زيزو النهارده ما كانش ليه تواجد في المباراه. مظبوط. ده يحسب لمين؟ يحسب لعلي معلول النهارده. فلازم علي معلول ياخد حقه، لازم مستر موسيماني نشيد بيه. اللقطه دي لو سمحت انا عايز اقف عندها بس. النهارده اللقطه دي شوف الجهاز الفني، الروح بره، شكلها الروح اللي بره. صح. روح البطل وروح المكسب وتحقيق البطوله بتبدا من اللقطه، الناس اللي قاعده بره. مظبوط. لما بتشوف النهارده احمد عبد القادر اللي ما شاركش النهارده بينزل يحتفل مع محمد شريف في الملعب، بنشوف طاهر الاعلام المنافس قبل المباراه قال لك في مشاكل في النادي الاهلي، طاهر محمد طاهر بيبحث الرحيل علشان مش موجود وعايز يمشي من النادي الاهلي. اول واحد بتلاقيه موجود في الملعب بيحتفل مع الاحرز الهدف. صحيح. كل الدكه النهارده باستثناء لما تلاقي الشكل ده، حتى الجهاز الطبي دكتور الفريق الدكتور احمد ابو عبله وكل اللاعيبه، كابتن سامي قمصان، الجهاز الروح كابتن سيد عبد الحفيظ، كل الجهاز الفني احمد عبد القادر طاهر حسين الشحات، لما الروح دي بتكون موجوده داخل الفريق انت وانت مغمض. كابتن اسامه عايز اقول لك حاجه، تبقى عارف ان التوفيق والمكسب بيجي للنادي الاهلي. طبعا الروح دي على طول موجوده في النادي الاهلي، على طول موجوده في يعني على مدار السنين. اللي بره بيكون قلبه على اللي جوه. في بعض الفرق وانا عشتها يعني، في بعض الفرق احيانا اللي بره بيبقى عايز اللي جوه يلعب مش كويس، ودي عايز اللي جوه يخسر، ودي بتبقى النهايه. بالظبط. انت بتجيب من النهايه خلاص، لكن الروح دي دايما موجوده في النادي الاهلي وبتبان كمان وقت الازمات. بالزبط. معدن اللعيبه ورجوله اللعيبه. خلي بالك انا قبل مباراه النهارده كنت متفائل لسبب، الحمله اللي اتعملت على الفريق. ايوه. في بعض الاعلام المضاد او المنافس موضوع كهربا مع موسيماني وخد اكبر من حجمه، موضوع طاهر محمد طاهر
حته انه زعلان وبيبحث الرحيل موسيماني والتشكيك في قدرات موسيماني، خلق المشاكل دي ادى دوافع عند اللعيبه عند الجهاز الفني، قدرت تقفل على الفرقه بشكل كبير، علشان كده شفنا المكسب والاداء الجيد اللي هيتكتب في التاريخ. حاجه برضو تانية قبل ما تروح للكابتن شريف يا كابتن ايمن، لازم نشيد النهارده تحيه كبيره للكابتن محمود الخطيب، وانا شتي مجروحه في القرار النهارده بالغاء عقوبه السوبر على اللاعبين، والنهارده كمان مكافاه اضافيه. مظبوط. الاداره لما بتتدخل في الوقت الصح، النهارده لما كان في تقصير في مباراه السوبر المصري وخساره، هي الغرامه او الخص ما كانش عشان خساره بطوله، ما احنا خسرنا بطوله، لكن الشكل اللي انت خسرت بيه البطوله، الاداء اللي ظهر عليه النادي الاهلي النهارده لما اللعيبه كانت رجاله وكانت عند حسن ظن جمهورها، النهارده كان في مكافاه اضافيه وكان في الغاء للعقوبه. فيعني بنحيي الكابتن محمود الخطيب ولجنه التخطيط على القرار ده. طيب نروح مره تانية لملعب المباراه وزميلنا فاروق صلاح ولقاء مع الكابتن ايمن اشرف لاعب النادي الاهلي. خلينا ابارك لك على المباراه وعلى المجهود الكبير وعلى شخصيه لعيبه النادي الاهلي وشخصيه كباتن النادي الاهلي. النهارده مباراه كبيره، هي دي المباراه يا كابتن ايمن اللي بتتكتب في تاريخكم كلاعبين وبتتكتب في تاريخ النادي الاهلي وبيعتز بيها جمهور النادي الاهلي. طبعا الحمد لله طبعا على المكسب، وببارك لجمهور النادي الاهلي وببارك للعيبه الرجاله الحمد لله. كنا عايزين نطلع بنتيجه افضل من كده، يعني ما كانش يجي فينا اجوان وكنا نجيب اكتر، لان احنا الحمد لله النهارده كنا الاداء مميز جدا من بدايه الماتش، مسيطرين على الماتش، لكن الحمد لله بحمد ربنا طبعا على النتيجه والتوفيق كبير الحمد لله. اوضه اللبس في النادي الاهلي، ايمن اشرف والشناوي ووليد سليمان وربيعه، المجموعه دي ودورها في كتير من الامور، اعتقد ان بدايه البطولات بتبقى من اوضه اللبس يا كابتن ايمن. طبعا يعني احنا معانا واحد خبره كبيره زي كابتن وليد سليمان، وطبعا كابتن فريق الشناوي، وطبعا وانا موجود من كابتن فريق ورامي والسولية وعلي معلول، واللعيبه كلها بصراحه، يعني حتى اللعيبه الصغيره كبار بشخصياتهم، وكلنا بنساعد بعض في اوضه اللبس، ودي حاجه بتميز النادي الاهلي دايما، يعني بعد خساره بطوله دايما الحمد لله اوضه اللبس بنساعد بعض ان احنا نقف على رجلنا تاني، وبنبتدي بدايات الحمد لله بتبقى موفقه. يعني مباراه الستة واحد اكيد فاكرها، النهارده بترجع بتسترجع الذكريات، كان عندك كام سنه؟ كنت لسه وصلت قطاع الناشئين في ولا لسه كابتن ايمن؟ لا انا كنت انا بلعب في النادي الاهلي وانا عندي 7 سنين، طبعا كنت موجود في ناشئين النادي الاهلي، كنت بتفرج في الماتش دوت، كنت في النادي الاهلي مدينه نصر. لا طبعا لي ذكريات معايا طبعا الماتش ده يعني، بس الحمد لله يعني استعيد الذكريات بالخمسه ثلاثه. طبعا يعني كنا نتمنى ان هي تبقى حاجه زي 6-1 كده، يبقى النتيجه اكبر وما يكونش داخل فينا 3 جوان، يبقى داخل فينا جون، او ما يكونش داخل فينا خالص، كنا نحافظ على النتيجه، لكن الحمد لله طبعا بنحمد ربنا على النتيجه، نتيجه كبيره الحمد لله، وان شاء الله اللي جاي احسن. طبعا النادي الاهلي ما بيفرحش بماتش بس كده وخلاص، لكن طبعا القمه فريق كبير زي نادي الزمالك طبعا بتديك احساس انك مستمتع بالفوز، لكن ان شاء الله اللي جاي ان شاء الله يبقى افضل، لان احنا خسرانين بطوله، فاحنا ان شاء الله بنفكر ان احنا نستعيد البطوله دي تاني ان شاء الله. عارف النادي الاهلي بقى له كام سنه لم يفوز على الزمالك بنتيجه 5 من سنه 39، يعني من 82 سنه. طيب الحمد لله، يعني حلو، انا ماليش قوي في التاريخ، يعني التاريخ عندي مشاكل في الذاكره شويه، لكن طبعا النادي الاهلي نادي كبير، ودايما يعني بنفكر في البطولات، ما بنفكرش في الماتشات الفرديه. طبعا الحمد لله بنحمد ربنا على المكسب النهارده، وان شاء الله تفكيرنا في البطوله باذن الله. اخيرا تاقلمكم مع طريقه 3-4-3، ايمن اشرف في 4-3-2-3-1 موجود، يلعب باك ليفت، يلعب مساك في اي مكان، هي دي شخصيه لعيب النادي الاهلي. طبعا الحمد لله، يعني دايما المدير الفني لما بيطلب مني حاجه بحاول انفذها على قد ما بقدر، الحمد لله قدرنا ننفذ 3-4-3 بشكل مميز ماتش الاسماعيلي، ماتش البنك كنا يعني الاداء ما كانش كويس قوي، لكن النهارده الحمد لله الاداء مميز جدا، ان شاء الله نقدر نحافظ على الاداء دوت في 3-4-3 او 4-2-3-1 ان شاء الله. كابتن ايمن.